الشباب يكسب في الأهلي والزمالك، شباب ما بياخدش 10 و20 مليون، مستقبل حلو للكرة المصرية. أسست من يوسف أسامة نبيه وأسست من زياد طارق، طلعوا الزمالك والأهلي كسبانين النهاردة. شباب شاركت بشكل اضطراري مش بالتخطيط والتفكير، شباب ما يعرفهمش السوشيال ميديا وضغطوا علشان يلعبوا، شباب اتأسس صح مش لاعب عمل كوبري ولا شوطة حلوة فتمنه بقى 20 مليون، شباب يخلينا نقول بكرة ممكن يبقى أحسن، ممكن يبقى أفضل لكواليتي اللاعب المصري. المهم يعرفوا إن لسه بدري عليهم وما تاخدهمش أضواء السوشيال ميديا الزائفة ويروحوا زي اللي راح. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده الشباب قال كلمته في مواجهه الزمالك وفريق البنك الاهلي والاهلي وغزل المحله. النهارده يوسف اسامه نبيه بيمنح الزمالك باسيست فوز غالي جدا وصعب على البنك الاهلي، والنهارده البديل زياد طارق بيمنح النادي الاهلي اسيست رائع جدا عشان الاهلي يكسب في الدقيقه 91 بهدف لمحمد شريف، فوز ايضا صعب جدا على غزل المحله. اما الزمالك فالزمالك النهارده عمل فوز ايضا كبير جدا على البنك الاهلي، او فوز مهم جدا على البنك الاهلي. عشان معايا دلوقتي عبر الهاتف مداخله او مكالمه هاتفيه في منتهى الاهميه مع واحد من الاسماء الكبيره جدا في الكره المصريه، الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني. كابتن ضياء مشرف ومنور، صباح الفل عليك. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله انت مكسر الدنيا. والله انا مبسوط اللي انت معايا، ده اهم حاجه. كل ضيوفك اجانب وحاجه تفرح والله. حبيبي يا كابتن ده، يا رب يخليك والله. وبعدين احنا مفتقدينك ما اكدبش عليك يعني، ومفتقدين كارلوس كيروش كمان. اه انا عارف ان انت من محبي كارلوس كيروش، واكيد حضرتك كمان هتأيد الراي ده بجانب الشغل. على فكره انا هسالك دلوقتي اول سؤال، هو بجانب شغلك معاه وبجانب اكيد ان انت راجل فاهم كوره كويس قوي، الراجل ده كان قد ايه مهم للكره المصريه؟ لا كان مهم جدا جدا يعني. وكنا نتمنى انه يكمل، كان هيفيد من وجهه نظري عشان برضه الاراء تبقى متاحه يعني، ما تبقاش شهاده مجروحه. هو شخصيه فنيه عاليه جدا، شخصيه قياديه كويسه جدا، بيقدر يجذب كل اللي حواليه من خلال الشغل سواء لعيبه او مدربين. حجم العمل اللي بيعمله في ترتيب اوراقه كبير جدا بشكل كبير. طبعا هي خبراته وكل السي في بتاعه بيقول ان هو اشتغل مع اماكن كتير ونوعيات كتير جدا من لعيبه الكوره ومن الدوريات ومن المنتخبات، فانا بقول ان هو طبعا شخصيه عظيمه يعني في التدريب يعني في كل حاجه يعني. طبعا تتوقع كابتن ده انه ممكن يرجع مره اخرى؟ انا مش بسالك على معلومات، انا بسالك على هل الراجل ما عنديش معلومات يعني. اه بالظبط، انا بسالك على التوقع الفني. ما عنديش معلومات بس مش عارف، ممكن الموقف بعيد شويه لكن ما عنديش معلومات يعني. حاسس ان الموضوع بعيد، ما اعرفش التفاوض ايه، انا بقرا الجرايد وبشوف المواقع بشوف حاجات كده يعني، لكن مش عارف يعني الخطوه اللي جايه هتكون. طيب لكن انه يكون موجود دي حاجه كبيره. حلو جدا، انا هصيغ السؤال بصيغه اخرى يعني، سيبك من المعلومات والتوقعات، هل انت بحكم عشرتك للراجل تفتكر ان هو يحب يرجع تاني يشتغل مع منتخب مصر؟ هو قبل ما يمشي كان عايز يقعد. كان يعني في طريقه انه كان كل حاجه انه يقعد. لكن برضه ما اعرفش ايه اللي حصل في التفاوض. اها. وحصل الانفصال يعني. هو راجل محترف وبيقدر يقدر الظروف الكبيره جدا. وبيعرف يعمل حساباته يعني، هو دايما يقول انا يعني مدرب ليا كارير وليا خبرات كبيره جدا، لازم اي خطوه اعملها زي اللعيبه الكبار يبقى بعمل حسابي في كل الظروف وفي كل حاجه يعني. ده كان كلام عام بيتقال يعني. صحيح. منه يعني.
صحيح. لكن ايه اللي بيتم من مفاوضات او مش مفاوضات ما عنديش بعد علم. بعد ما راح على كابتن ضياء في تواصل بينك وبينه ولا اتقطع الاتصال؟ لا لا لا، في تواصل دايما، بلاش الاسئله الخبيثه دي يا كريم. ما انا بتعامل مع اذكى الضيوف اللي ممكن اتعامل معاهم في حياتي. انت عارف مش هعرف اكذب، فما بلاش الاسئله دي. اصلا انت حضرتك قلت لي انت ما تعرفش هو راح ليه وما تعرفش هو جاي ولا لا، وبعدين قلت لي ان انت في تواصل دائم مع كريم. بص احتراما لكل الاطراف عظيم اللي هي المنوط بيها هي اللي تعلن. صحيح. فانا ما مش من حقي يعني مش طرف اللي يعلن يقول حصل كذا او ما حصلش كذا. لازم احترم اتحاد الكوره واحترم كروش، يعني اي حد فيهم عايز يطلع يعلن هو اللي يطلع يعلن. صحيح صحيح. طيب انا هسالك على حاجه، انت قبل ما يمشي كارلوس كيروش كنا عارفين ان هو مكمل وحضرتك موجود، وهو الراجل بالتعاون مع حضرتك، ودايما انت لما بتتعاون مع مدربين اجانب المدربين الاجانب بيحبوا يتعاملوا مع الكابتن ضياء السيد، مريح وسهل وما عندوش مشاكل وفي نفس الوقت مفيد. هل تتوقع انه لو عاد كارلوس كيروش هتبقى موجود، ولا انت عندك مشكله مع اتحاد الكره او اتحاد الكره عنده مشكله معاك؟ انا عن نفسي ما عنديش مشكله مع حد. اوكي. بس لو في حد عنده مشكله معايا يطلع يقول ان انا عندي مشكله مع كذا كذا كذا، وبلاش حكايه المصادر. لا لا خالص. ما بتكلمش عليه. انا فاهم. لانه المصادر دي برضو اتكلمت في الفتره ما بين بطولة عربية وبطولة افريقيا، وما بين بطولة افريقيا وماتش كاس العالم. وكملنا الحمد لله. لكن الجملة الشهيرة انه في أصل خلافات. الموضوع بسيط. بص لا انا ما عنديش خلافات خالص، واحترم الناس كلها وكل الناس محترمين لدي يعني. بس اللي عنده خلافات يعلنها، يطلع يقول كذا كذا، وانا الموضوع سهل وابسط مما هو محتوى. طبعا شرف كبير انك تكون موجود في تدريب منتخب مصر. انت واخد بالك؟ لكن الموضوع ابسط من كده بكتير بكتير. لما تبقى في ترابيزه وفي مصارحه، كل واحد يقول اللي عنده في النهايه، ما فيش اختلاف في الكوره. يعني 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 حتى لو انت مش عايز ضياء السيد وكيروش قال لا انا عايز ضياء السيد، انا ممكن افضل الاشتباك لو كان وجود كيروش هيبقى لصالح الكوره المصريه. عظيم. انت واخد بالك؟ يعني هو في اكتر من اللي حصل لاب. يعني في اكتر من كده. فالامور عندي انا بسيطه جدا. انا كنت لسه هسالك لو انت كنت في الموقف بتاع الكابتن ايهاب جلال ده، كان هيبقى ايه موقفك بعدها يا كابتن ضياء؟ لا هو موقف دمه تقيل ومؤلم. ويا ريت انتوا ما تحاولوش تستعيدوا الموقف ده كتير، عشان ايهاب احنا عايزين ان ايهاب مدرب كبير ويمشي في طريقه. صح. والكوره فيها حاجات كتيره جدا، وهو مدرب كبير، وان شاء الله يبقى له نجاحات في حتت كتير جدا، وربنا اختار له الخير والحاجات دي كلها. لكن اعاده نعمل ريبلاي للموقف، طبعا موقف دمه تقيل، يعني ما فيش اي مدرب ولا اي حد يحب انه يتحط في الموقف ده. صحيح. طيب قبل ما يمشي كارلوس كيروش كنا سمعنا اخبار حلوه جدا بصراحه، انه الراجل كان بيعرض خطه وبيعرض شكل لتطوير الكره المصريه ليه علاقه بالمسابقه وليه علاقه باللاعبين وخلافه. هل حضرتك على علم بالخطه ديت؟ هل حضرتك على كان هيعمل ما بالظبط؟ لكن احنا في مناقشاتنا في حاجات كتيره من خلال شغلنا، يعني كان طبعا بيبقى في ملاحظات، واحنا مثلا في ملعب بنتفرج ان الماتشات بتقف كتير، ان اللعيبه بتقع كتير، ان الحكام لازم يبقوا ياخدوا جرأه، وانه الماتش يشتغل كتير، في توقفات كتير من اللعيبه وادعاء الاصابه. في حاجات كتيره جدا يعني كنا بنناقشها لصالح ان الكوره تبقى اسرع، وان الكوره تستمر اكتر، عدد دقائق اكتر في الماتشات. يعني حاجات كتير، لكن ما اتكلمش في صميم زي ما اتقال انه عايز يقلل عدد الدوري او عايز يقلل عدد الاجانب، ما اتكلمش في الحاجات دي. لكن هو طبعا انا اعتقد انه لو كان قعد كان هيعمل حاجات كتيره جدا جدا من خلال خبراته يعني، او كان هيعرض حاجات والاتحاد يشوف الانسب ويعملها يعني. صحيح. انا عارف السؤال ده اتسالته قبل كده بس هكرره عليك تاني، مش عليك انت بقى شخصيا بس على كارلوس كيروش. هل فعلا عندك معلومه او سمعت ان محمد صلاح كان مشارك في اختيار كارلوس كيروش لتدريب المنتخب؟ ده سؤال خبيث برضه. لا خالص. خد بالك، انت عارف ان اطيب واحد تعرفه في حياتك يا كابتن ضياء. يا كابتن ضياء انا اطيب واحد تعرفه في حياتك. قبل ما تطلع على الشاشات اتفضل.
كنت اهدى من كده خالص. كنت طيب الشاشه لا بس هو مش الشاشه، لا انا عليت بذكائي لحضرتك شويه العشق. انا عارف، بص انا هجاوب وانا عارف انك انت عارف الاجابه تماما. طيب اتفضل يا كابتن. طبعا الموضوع ملوش اي علاقه باي حاجه خالص. صلاح من ساعه ما كان اشتغل في المنتخب اشتغل مع كل المدربين، اشتغل مع اجانب ومع مصريين. يعني لو كان هو عايز حاجه معينه كان عملها، زي ما اتقال انه صلاح بيجيب كابتن ضيق، مع ان صلاح من بعد فتره برادلي جه عليه حوالي 5 مدربين وانا ما كنتش موجود. انت واخد بالك؟ زي صلاح بيجيب صحابه اللعيبه، والكلام ده كلام عاري تماما من الصحه. والكلام ان وكيله تدخل في انه يجيبه، اعتقد انه الكلام ده مش صح خالص طبعا، وملوش اي دور في ده. وانت عارف صلاح اكتر مني وقابلته كتير، وعارف حدوده وعارف احترافيته وعارف قد ايه هو عارف الحدود بتاعته بشكل احترافي كبير. ممكن اقول لك حاجه في القصه دي قلتها من يومين يا كابتن ضياء، انا ممكن يبقى رايي حتى عكس رايك بس هقوله لك وخلاص. انا قلت هو ايه العيب اصلا ان محمد صلاح الراجل طبعاً القيمه طبعاً. اللي هو بالنسبه لنا ممكن يتعامل معاه ان هو مستشار مش مجرد لاعب، هو بيشوف حاجات هو احنا ما بنشوفهاش. خبرات، لا هو بيعمل الحاجات الخبرات بينقلها للعيبه بس في الاوض المغلقه. نعمل دي وما نعملش دي، يا جماعه لازم نعمل ده ونركز في ده، ولازم نعمل دي ونعمل ده. ده بينقل خبراته كلها والحاجات اللي متعود عليها واللي وصلته المكانه دي على طول، ما بيبخلش بيها وطول الوقت بيتكلم فيها سواء مع لعيبه فرديه او مع الفرقه ككل يعني طول الوقت. لكن هو انا بقول ان هو يعني مش عايز اقول للاسف، لا هو ما بيتدخلش خالص وما بيعملش الكلام ده خالص وما بيحبش الكلام ده حتى يتقال يعني. صحيح. ولا الجهاز الفني مثلا يجي يقعد في اجتماع بصفته قائد الفريق يقول والله احنا هنشتغل كده الماتش الجاي، هنعمل كده الماتش الجاي، يلم الفرقه. لا الكلام كله بيبقى في المعنويات. في المعنويات مش صلاح خد بالك. احنا حاسين من ان اللعيبه مش شايفه الماتش ده سهل. يعني بعد ما كسبنا ماتش كوت ديفوار انا بشوفها كانت اجمد فرقه موجوده في البطوله. صحيح. لما كسبنا وعدينا حصل لنا كده شويه انتشاء كده، احنا بنحسينا ده من خلال اللعيبه، احنا مع اللعيبه طول الوقت. يا صلاح خد بالك انه اللعيبه حاسه ان ماتش المغرب اسهل من كوت ديفوار، مش عايزين نقع في نفس اللي وقع فيه كوت ديفوار بعد ما كسبوا الجزائر. دخلوا على ماتشنا مغرورين شويه وفاهمين ان هم عملوا اقصى حاجه، فاحنا كسبنا الحمد لله. فمش عايزين نعمل ده، هو يروح على طول لامم يجيب اللعيبه، انا هتكلم يا كابتن وهنعمل الحاجات اللي فيها معنويات وفيها زي ما اتكلم في المؤتمر الصحفي قبل ساعه ماتش قبل ماتش ساحل العاج. هو كان بيبعت رساله، حابب ان يبعت رساله، دوره كبير ودوره عظيم وكان قائد فعلا كبير جدا بالنسبه لمنتخب مصر. صحيح. طيب هاخدك شويه بعيد عن المنتخب. النهارده الاهلي والزمالك، الزمالك بيكسب باسيست ليوسف اسامه نبيه، الاهلي بيكسب باسيست من زياد طارق، وبدا الفرقتين يشغلوا الشباب او يطلعوا الشباب اضطراريا، يعني ما كانوش بناء على رغبتهم الغيابات تخليهم يلعبوا. دلوقتي بقى شايفين حقيقي وحرفيا ان احنا عندنا شباب وناشئين كويسين، رغم ان احنا كنا الفتره اللي فاتت دي كلها بنقول انه يا جماعه قطاعات الناشئين فيها مشاكل وان احنا ما بنطلعش لعيبه ناشئين. يبدو كده انه هي كانت بتبقى قرارات مدربين مش اكتر يا كابتن ضياء، رايك ايه؟ خد بالك انه الناشئ اللي بيطلع وبيلعب في تحت ضغط او زي ما انت بتقول قرار اضطراري ويظهر بشكل كويس، هو ده اللي انت هتقدر تعتمد عليه السنين قدام. صح. طبعا لما تبقى عمليه منظمه وداخله في اطار تنظيمي بتدخل في اللعيب الصغير في وسط مجموعه، بس ده لما يبقى عندك مسابقه منتظمه وتبقى عندك كل حاجه منتظمه ما تبقاش مضغوط وما تبقاش لما تبقى الامور ماشيه كده وبالفرقه ماشيه بانتظام وكل حاجه فايقه واللعيبه الكبيره فايقه بتدخل في وسطيها واحد واثنين وثلاثه على فترات. لكن اللعيب الصغير دلوقتي اللي زي اللعيبه اللي بتلعب في الـ في الـ في الـ اللي لعبت في الزمالك ولعبت في الاهلي، عشان انت مضطر تحت ضغط وظهور اللعيبه دي بمظهر كويس، انا بعتقد انه ده انسب وقت للعيبه دي. انسب وقت انهم يعبروا عن نفسهم احنا بنلعب تحت ضغط واللي حوالينا مش في احسن حالاتهم، اللعيبه الكبيره مش في احسن حالاتهم وبنظهر وبنبقى مؤثرين وبنظهر بشكل كويس. انا بعتقد ان ده مكسب للنادي
ودي حاجة كويس، عكس لما تبقى عملية منتظمة. عملية التصعيد صحيح، عملية التصعيد المنتظمة محتاجة مسابقة منتظمة، مش ما ينفعش انها تيجي والفرقة فايقة كلها، ما يعني هتاخد وقت. رغم ان ده بيبقى احسن للناشئ، ان كل اللعيبة الكبيرة الخبرات اللي حواليه كويسة يخشوا في وسطيهم. لكن ده مش متوفر ليه دلوقتي. صحيح. الزمالك عنده ضغط اصابات وتجديد عقود، والاهلي عنده ضغط اصابات، فانت بتدفع باللعيبه دي في الظروف الصعبه دي، ومعظم اللعيبه الخبرات مش في فورمتهم بشكل كبير جدا ويظهروا بشكل كويس. فانا بشوف ان ده نجاح للعيبه دي، واتمنى انهم يستمروا، لان الاستمراريه مهمه جدا. مظبوط، مهمه جدا. صحيح. رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي يؤثر ايجابيا ولا سلبيا على الفريق؟ والله هو حاجتين يعني. بيتسو عمل حاجات كتيره كويسه مع النادي الاهلي طبعا، مدرب كويس ومدرب كبير، كان في اختلاف وجهات النظر في طريقه الشغل وطريقه الشغل. هتقول لي طب ما هو خد بيها بطولات. لا، بتبان على اللونج ران، ما تبانش على طول. انت واخد بالك، بيجي عليك وقت بتحتاج الريزيرف، بيجي عليك وقت بتحتاج اللعيبه الصغيره، بيجي عليك وقت تلاقي الشوط الثاني بدل ما انك واقع. فالمسطره دي ما كانتش ماشيه الى حد كبير في الاخر، عشان كده النتائج بتبان في الاخر. النتائج بتبان في الاخر، المكسب ساعات بيبقى موجود وانت مش كويس. للتوفيق معاك، للحاجات دي كلها، لكن عمر البيزك نفسه ما يستمر على طول معاك وانت مش عامل كل الواجبات. صحيح. لا، لازم هتيجي في وقت هوب يحصل الدروب، والوقت اللي حصل فيه الدروب مشي فيه موسيماني. فلكن هو ما له عمل حاجات كويسه وخد بطولات مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو استفاد من الفتره اللي كان موجود فيها في النادي الاهلي، والنادي الاهلي استفاد ببطولات قيمه برضه في وجوده. لكن هنا خلاص كات، ونبتدي نشوف اللي جاي. هي أسوأ ما فيها انها فوزت الموسم. بأبوخ حاجه للفرق الكبيره انك تمشي او يمشي مدرب فوزت الموسم، لانك انت عمليه التعاقد مع مدربين دي مش سهله. صح. مش سهله اطلاقا. صح. مش سهله. صح. ولما لو جبت حد كبير جدا ومدرب واعي جدا وفوزت الموسم مع شكل المسابقه، مع شكل الماتشات دي، ممكن يبان انه أسوأ مدرب في العالم. صحيح. انت واخد بالك، لانه صحيح. مش هيلحق يشتغل ومش هيلحق يحط. طب انت النهارده، انا بشوف ان الاهلي عنده بدن، هتعليه امتى البدن دي؟ استحاله عندك وقت ولا مساحه في التمرين حتى لسامي قمصان نفسه. صحيح. انت واخد بالك، استحاله هتلاقي المساحه. فانت ما عليك انك انت تجهز مجموعه وتعمل الروتيشن، وتجهز مجموعه وتريحها، وبعدين تدخل اللي بعديها، وتدخل لحد ما توصل لمعدل ده هياخد له خمس ست ماتشات. فخمس ست ماتشات دول تكسبهم زي ما انت باي شكل. صحيح. باي شكل. صحيح. صحيح. طيب لو انت كان ليك النصيحه لمحمد صلاح، وانا عارف انه انت هتقول لي ان محمد صلاح نجم كبير وعارف كل حاجه، بس انا عارف ان هو بيستشيرك وبيسمع منك، تنصحه يكمل من لا، في حاجه فضل. في حاجه مهمه فضل. جدا. اتفضل. يعني احنا بنتكلم كتير وبساله ويسالني ويقول لي واقول له، لكن عمري في حته مستقبله انا بقالي قاطع فيها دي من ساعه ما راح ليفربول ما بتكلمش فيها خالص. عارف قد ايه هو الناس اللي معاه بتدير اعماله ازاي، وهو بيدير حياته ازاي. عمري ما اقول له روح كذا او اعمل واحسن لك كذا. لا. هو قدامه شاشه كبيره الناحيه الثانيه، ولا حد فينا شايفها. ايوه صح. ولا حد فينا يعرفها. صح. فلو انا ممكن اطلع ادعي واقول انا قلت له وانا عملت له. وانت ممكن تقول مثلا انا شايف ان احسن له يكمل في الليفر. لا ولا شايف. أقول. لا انا بقول لك يعني انه تلاقي بعد كده هو لا، هو ممكن يبقى افضل بكتير لو راح ريال ولا برشلونه او يكمل مع ليفربول، ده افضل له. انت بتقول ان هو بيبقى شايف الصوره كامله، وده دايما بقوله هنا ان هو اكتر من اول ما راح بازل وهو في تنقلاته احنا مع بعض يقول لي انا راح كذا الحته دي، هروح عشان نعمل كذا، اتكل على الله، ومعاه مع متابعين. لكن ما اقول له تروح، لا سيبك من دي وروح دي، لا. الناس اللي بتديره واعماله واسرته وحياته دلوقتي حاجه تانية خالص. ولا اي حد يقدر، اي حد بقى من الجمهور عادي
يطلع يقول انا شايف كذا وانا بحب كذا ويعمل كذا. عادي. طبيعي عادي. طبيعي. لكن احنا عمرنا ما اتناقشنا في الموضوع ده خالص. كابتن ضيع هو بيتاثر لما بيشوف انتقادات او هجوم او الناس تحمله كتير قوي للمنتخب، ان هو المفروض هو اللي يتحمل المنتخب ويشيل المنتخب ويكسر المنتخب، هل صلاح بقى بيتاثر ولا الامور دي بتعدي بالنسبه له عاديه وما بيشوفهاش؟ لا بتوصل له طبعا، بتوصل له وبتتاثر، وساعات بنتكلم فيها يعني لحد اخر وقت يعني ساعات بنتكلم فيها. لكن طبعا بتوصل له، لكن اللي بيناقش المواضيع عنده قصور في معلومات كتيره جدا لازم تتقال. فما ما يعني ما تجيش بس كده هوب هو صلاح ايه؟ في حاجات كتيره جدا لازم نتكلم. انت كاعلامي وكصحفي بقالك قد ايه بتتكلم ان احنا عايزين نصلح الكوره وعايزين بروجكت وعايزين مشروع صح. وعايزين نقول على اسس بقالك كام سنه كتير كلامك. كتير تقريبا من ساعه ما وعيت ده من ساعه ما وعيت اتفرج على ناس بتتكلم في الكلام ده. في ناس اقدم منك ما انا بقول لك اهو من ساعه ما وعيت بتفرج على ناس بتقول الكلام ده مش لما انا بقوله. فاحنا مش عشان بقى في لعيب كبير بقى عندنا احسن لعيب في العالم بمجهوده وبالبلان اللي عمله لنفسه وتحدياته مع نفسه ان هو اللي يشيل كل الخطايا بتاعت السنين دي كلها نختزلها في صلاح. لا عشان كده بقول احنا لازم لما تيجي تقعد عايز تتكلم في الموضوع ده بص للواقع بتاعك وخليك صريح وحل بس صح. لكن هنقعد انا اقول كريم وانت تقول ضيا لا احنا بنستسهل نشوف هنضرب في مين. اسهل حاجه ده الكبير ده الكبير فيهم عارف انت لما تيجي تتخيل كده يقول لك ايه هات لي الكبير بتاع انا محمد صلاح تعالى اتكلم مع محمد صلاح فاهم يعني لا مشاكلنا كتير ومش هتتحل غير جماعيا صح. بكل الناس المسؤولين عن الكوره يعني صحيح. كابتن الكبير كابتن ضياء السيد مدرب عام منتخبنا الوطني السابق انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده. من الشخصيات المحترمة جدا، من الشخصيات المتعاونة جدا، خد بالك مش سهل خالص مدرب عام بقى مدير فني ومدير فني لفرق كتير في الدوري ومدير فني قبل كده المنتخبات يشتغل مع مدرب عام لمدير فني أجنبي وكل مرة بيبقى متعاون وينجح. يعني كان مع كارلوس كيروش ناجح، مع بوب برادلي ناجح، هتقول لي ناجح ما فيش نجاحات واضحة للاتنين كبطولات أو وصول لكأس العالم. بس بكلمك على فكرة المسيرة، المسيرة ناجحة دون مشاكل ودون أزمات، دون مشاكل ودون أزمات، مش سهل خالص مدرب عام كان مدير فني يشتغل مع مدير فني أجنبي من غير ما يعمل مشاكل، على الأقل عندنا إحنا بنشوف ده، لكن هو الراجل بصراحة دايما متعاون ودايما بيساعد. طيب نرجع تاني للأهلي والزمالك. يا ناس يا عالم قطاعات الناشئين فيها أهو بتطلع اهو 3 4 5 لعيبه في الزمالك بيلعبوا دلوقتي، 2 3 لعيبه شباب بيتلعبوا في الاهلي دلوقتي. النهارده كوكا بيلعب كويس، قبله مصطفى شوبير بيلعب كويس، النهارده زياد طارق الحبه اللي نزلهم عمل اسيست وكسب الاهلي، يوسف اسامه نبيه، سيد عبد الله، نيمار، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، يعني الاسماء اللي بفتكرها بس دلوقتي. شباب هم ظهروا في الزمالك والاهلي، بتحدث عن الزمالك والاهلي تحديدا، وباقي الفرق بقوا يطلعوا شباب اضطراريا لما لقوا الموسم بقى مرهق وبقيت مضطر تطلع شباب. ما من الاول يا سيدي اعمل خطه واضحه ان يبقى الفرقه بتاعتك مع اي مدير فني لو سمحت انا في 2 3 شباب عايز اطلعهم من الموسم ده، اتصرف انت كمدير فني، اتصرف بقى، شوف هتلاعبهم امتى، شوف هتطلعهم امتى، بس عايز على نهايه الموسم يبقى معايا لاعب او 2 اقدر استفيد منهم بدل ما اروح اشتري ب 10 و20 و30 و40 مليون جنيه. انت كنادي هتستفيد وبالتاكيد المنتخب هيستفيد. ما احنا اصلا في منتخب مصر هي ازمتنا فين؟ عمالين ندور على كام اسم كده في المنتخب كل مره ونقول اصل الكواليتي بتاعنا مش حلو، وانا بقول كده وكلنا بنقول كده. ما احنا عشان ما بنشوفش غيرهم. ورونا غيرهم يا جماعه. ورونا وجوه جديده. ورونا ناس جديده. خلونا نشوف ناس تانية يعني نحس معاها ان احنا ممكن ناخد خطوة لقدام، خطوة لقدام، بدل ما احنا عمالين نلف حوالين نفسنا وما بنجددش. لا نجدد سلام كده بقى تلاقي ايه بعد كام شهر كده يوسف أسامة نبيه في منتخب مصر الاول. يا سلام خد بالك، وزياد طارق وسيف جا خد بالك، الناس دي مش صغيرة. يعني احنا بنقول احنا بنقول عليهم صغيرين عشان ده العادي في اللاعب المصري لما يبقى 21 22 23 سنه، ده بالنسبه لنا اللاعب الناشئ.
بس في اوروبا اللاعب الناشئ اللي بيبقى عنده 17 سنه جابي بتاع برشلونه بيلعب منتخب اول اسبانيا دلوقتي 17 سنه وكان بيلعب وعنده 16 وكسور. احنا متاخرين قوي. ده الراجل ده يعني بقاله 5 6 سنين كان المفروض يشارك اساسي مع فريقه عشان يلعب مع المنتخب كمان 5 6 سنين. فده بقى لاعب قديم مش لاعب ناشئ. بس ماشي لو ده الشباب يبقى ماشي، يلا تعالى نلعبهم، يلا تعالى نشاركهم، وانت هتستفيد كنادي. انت متخيل انت هتوفر قد ايه؟ واحد زي نادي الزمالك مثلا بيدير في نادي الزمالك، هو المسؤول عن تعاقدات في نادي الزمالك، لما هيجي واحد دلوقتي لاعب من اللاعبين اللي بين قوسين اسمهم لاعبين كبار يقول له انا عشان اجدد معاك انا محتاج 20 30 مليون جنيه في الموسم، هيجي يقول له ايه؟ لا انا اسف انا مش هقدر ادفع لك 20 30 جنيه 30 مليون جنيه في الموسم، انا عندي لاعب ناشئ هياخد 2 3 4 مليون جنيه في الموسم واحسن منك او زيك، فشكرا مع الف سلامه انا مش عايزك. فيحصل ايه؟ اللاعب اللي بين قوسين كبير يقول له خلاص طب هات 10 طب هات 7 هيمشي حاله. بس طول ما هو شايفك انت كنادي واجهزه فنيه ما بتطلعش لعيبه ومعتمد عليه اعتماد كلي هيتشرط، هيتشرط بقى براحته. لكن لا اقول له معلش بقى انا اسف انا عندي قطاع ناشئين انا مش عايزكم كلكم، انا عندي قطاع ناشئين وهبدا اشغلهم واللعيبه عندي زي الفل ومهاريه وممكن يبقوا احسن منكم كمان. استفاده من الكل. واحنا بقى في المجمل ده انا منتخب مصر اللي هيستفيد، هو ده اللي يفرق لي انا كريم، يفرق معايا، ده اللي هيفرق كتير قوي. وبالمناسبه واللي قاله الكابتن ضياء السيد ده في منتهى الاهميه، مستوى الاهلي في تراجع. اي نعم الاهلي ضيع فرص كتير النهارده بالمناسبه يعني برضه عشان ايه ندي كل واحد حقه، بس الاهلي كمنظومه فيها خلل في كذا منطقه، في خلل واضح في الدفاع، واضح في خلل واضح في نص الملعب واعتقد ده سببه الارهاق، في خلل كبير في انهاء الهجمات. المنظومه دي اللي مستلمها سامي قمصان من بيتسو موسيماني، الحق كريم بينتقد بيتسو موسيماني، في كده موضه اللي هو ايه الحق ده بيقول لك ارسي بيتسو موسيماني، الحق ده كان عايزين بيتسو موسيماني يمشي. يا سيد والله قلنا ألف مره مفيش اتنين ينفع يختلفوا على نجاحات بيتسو موسيماني، مفيش اتنين ينفع يختلفوا ان الراجل نجح نجاح باهر، بس هو كان واضح. عارف انت هقولها لك بمثل حلو، احنا في مصر هنا بنحب التيك اواي، اديني دلوقتي اديني الاكل دلوقتي، ما بنحبش الاكل البيتي، اديني تيك اواي، الاكل البيتي اللي هو متحضر ويعيش معاك شويه تحطه في انا اسف يعني ان انا بنزل بالمثل شويه، يقعد معاك شويتين ثلاثه تاكله وتشبع وتبقى مبسوط. لكن التيك اواي ده اللي هو ايه السد جوع بسرعه كده، هو ده اللي كان بيحصل في الاهلي الفتره اللي فاتت في رايي. انت بتشبع في الاخر بتاخد البطوله بس مش هيعيشك قدام، صحيا مش هتبقى كويس، فنيا مش هتبقى كويس، ده اللي كان بيحصل في الزمالك. عشان كده فريرا مدرب كبير ورائع وكبير جدا. ليه؟ بيطلع شباب عنده اسلوب بيغير في طرق اللعب. الزمالك لسه بيتعثر بس الزمالك عنده ظروف استثنائيه في غيابات مش طبيعيه. يخلي سيف الجزيري ما يلعبش ماتش القمه ويعاقبه وسيف الجزيري يعتزله عشان ينزل النهارده يسجل هدفين. على فكره ده ما كانش بيحصل في الزمالك. الدنيا سهله وحلوه ولطيفه. في مدرب كبير دلوقتي. هتيجي تقول لي اصل انا لعيب كبير وانا لعيب مهم واجي متاخر ولا اعترض ولا ازعل ان انا ما بلعبش، هتقعد. طيب هتيجي تعتذر وتعرف ان انت غلطت هتنزل تلعب وهتسجل هدفين زي النهارده سيف الجزيري. مدرب. مدرب يخليك تبص على المستقبل وتحس انه هيبقى مستقبل جيد. الله اعلم بالمستقبل، كلنا الله اعلم بالمستقبل. بس بيبني فرقه مجموعه شباب كبيره تعامل مع الغيابات، مع نفس الغيابات دي كانت مع كارتيرون وعمال يبكي وكل اللي معاه بيبكوا انه الزمالك عشان وقف القيد في ازمه وكارثه الزمالك هيضيع. هو قال لك لا، يعني ايه الزمالك هيضيع؟ امال انا بعمل ايه هنا؟ انا شغلانتي كمدرب ان انا الاقي حلول، الف ب مدرب. الف ب مدرب اللي هو يعمل ايه؟ انت توجد الحلول مش تيجي تقول فين الفرقه الجاهزه بقى يا جماعه؟ انزلوا يلا العبوا، سجلوا واكسبوا بطولات. انت كده مش مدرب. المدرب اللي بيواجه صعوبات، صعوبات فنيه على في طرق اللعب، صعوبات فرديه في ان اللاعبين ما عندهمش بعض المهارات، صعوبات في غيابات فيعوضها بلاعبين، ده المدرب، ده شغل المدرب. اللي علامات استفهام بتطلع ويديها اجابات، علامات استفهام بتطلع ويديها اجابات. لو انت بتعرف تعمل ده تبقى مدرب كبير، ما بتعرفش تعمل ده ما تبقاش مدرب كبير.
يعني كل شويه تطلع تقول لي اصل احنا عندنا غيابات كبيره. اه وانت عوضت الغيابات دي ازاي؟ اصل انا عندي اللعيبه الكواليتي بتاعها مش جيد. اه طب انت حسنته ازاي؟ انا اللعيبه عندي، افتكر معايا، اللعيبه عندي بتضيع اهداف كتير، اعمل ايه يعني؟ اه طب وانت طورتهم ازاي ان هم ما يضيعوش اهداف؟ دربتهم فرديا ازاي ومهارات فرديه ازاي عشان ما يضيعوش اهداف؟ ما هذا شغل المدرب، وتحديدا في الانديه. ما انت في النادي ما بتاخدش اللاعب جاهز، انت بتقعد تشتغل عليه كتير قوي. في المنتخب اه لا، بيبقى محتاج ياخد اللعيبه جاهزه، محتاج ياخد اللعيبه جاهزه. لكن التيك اواي ده ما ينفعش، انك تحضر براحتك وتعمل اكلك براحتك وتعمل الوجبه بتاعتك براحتك، فتلاقي فرقه محترمه في الاخر. لكن كسبنا بطوله ويلا نجري، اه هفرح بيها شويه وفرحان بشويه حاجات كده، بس بعد كده مش هتلاقي فرقه. بالمناسبه ده بيحصل في الاهلي دلوقتي، بس الاهلي هيرجع عشان الاهلي عنده شباب رائعين ايضا، وعنده قوام اساسي كان اهلك الفتره الماضيه زي عمرو السولية وحمدي فتحي وعلي معلول. لما اللعيبه دي ترجع تاني بنفسها الاهلي هيرجع طبعا. الاهلي ما عندوش كارثه ولا مشكله، اهتزاز ارتباك، بس الاهلي هيرجع تاني ممتاز الفتره اللي جايه. طيب يانيك فيريرا واحد من المدربين الاسماء اللي اتطرحت كثيرا في وسائل الاعلام، واتقال ان هو مرشح لتدريب النادي الاهلي، وبعض الناس قالوا كمان هو ان هو الاقرب لتدريب النادي الاهلي. معايا عبر الهاتف الان الاستاذ سيد مصطفى وكيل يانيك فيريرا. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. ربنا يخليك يا استاذ كريم، اهلا بك. ايه بقى موضوع يانيك فيريرا؟ هل في فعلا مفاوضات رسميه من النادي الاهلي؟ هل في حتى احاديث حول يانيك فيريرا ولا كلها اجتهادات؟ والله يا فندم هو الامر ابتدى فقط بمكالمه من احد لاعبين الاهلي القدامى. اتكلم معايا على اعجابه بالمدرب، وعلى حد قوله يعني انه كان بيتابع المدرب في بلجيكا والفتح السعودي وكان معجب بادائه والكلام ده. المكالمه ما يعني ما خدتش حيز الجديه قد ما خدت حيز الاعجاب. وانه سالني طب الراتب بتاعه كام وعلى رغبته للنادي الاهلي وعدد الجهاز الفني بتاعه بس فقط. ولكن يعني هو الشخصيه دي انا بكن لها كل احترام. وكمان كان في نهايه الحوار وصاني والله ان انا يعني ما اذكرش الاسم قدام اي حد، لان هو تنبأ. هو قال لي الفتره اللي جايه هتلاقي كلام كتير عن المدرب. يعني اللي كلمك ده لاعب كبير موجود دلوقتي كصاحب قرار في النادي الاهلي ولا هو بره اصحاب القرار؟ لا هو خارج اسوار النادي الاهلي، ولكن على حد علمي يعني البسيط ان هو ليه علاقه مع مجلس الاداره، ولكن انا مش هو داخل النادي الاهلي. طيب بالنسبه للراتب، يعني سمعنا كلام كبير بقى انه الراجل هيطلب 3-4 مليون يورو في السنه وكلام كبير كده في ارقام كبيره. هل الارقام دي هو فعلا اللي بيطلبها يانيك فيريرا ولا ممكن تبقى ارقام اقل من كده؟ والله يعني احنا ما فيش مفاوضات رسميه حتى مع النادي الاهلي، ولا حد سالنا عن موضوع الراتب داخل النادي الاهلي. احنا كل اللي حصل هي اجتهادات صحفيه، وكم وكيل كلمنا واتصل علينا شركه سبورت يارد في السعوديه. كان بيسال عن امكانيه وجود المدرب للنادي الاهلي، وكم راتبه وكم اموره، انما الحاجات ديت بتبقى خاصه ما بين المدرب والنادي. وفي نفس الوقت احنا عشان فاتحين مفاوضات مع انديه في السعوديه والامارات، فبيبقى الامور اللي انت تتكلم في الراتب يعني الفتره اللي فاتت ده كان اكتر من كلام على ان الراجل طلب 3، الراجل طلب 2، والنادي الاهلي اصل النادي الاهلي عاوز يديله 1. لا يعني الكلام حتى يضرنا احنا في مفاوضاتنا مع الانديه في السعوديه. صح في السعوديه، هو عنده عرض في السعوديه دلوقتي؟ احنا عندنا عرضين بيتم دراستهم في الوقت الحالي، لان الدوري السعودي فاضل جولتين وينتهي. المدرب عندنا قانون في الدوري السعودي ان المدرب ما ينفعش يدرب اكتر من فرقه. فلازم يصبر للسيزون الثاني عشان يقدر يدرب. بالظبط. طيب هو لما اتكلمت معاه انت فيما يخص النادي الاهلي او حديث احد اللاعبين او نجوم النادي الاهلي بخصوص ان هو ممكن يجي يدرب الاهلي، كان رايه ايه؟
هو اساسا كان الصوت بعد يا فندم اتفضل. المدرب ولا كان هو المدرب، المدرب كان رايه ايه؟ المدرب اكيد اكيد يعني شرف لاي مدرب ان هو يدرب نادي الاهلي، ولكن برضو اكيد يعني انت زي ما انت حضرتك عارف لما يكون انت في انديه معينه مكلمك في السعوديه وفي نادي ما كلمكش بشكل رسمي، فبتبقى الاولويه للناس اللي هم متكلمين بشكل جدي. ولكن اكيد قبل اي شيء شرف لاي مدرب يعني ان هو يدرب النادي الاهلي. صحيح. استاذ سيد مصطفى وكيل المدير الفني يعني كبريرا المرشح لتدريب النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب دي جزئيه، جزئيه الشباب، تمام؟ في جزئيه تانية في منتهى الاهميه. النهارده شناوي عمل مباراه محترمه مع النادي الاهلي، وعواد عمل مباراه حلوه مع نادي الزمالك. في ناس كده تمسك في الاثنين حراس او في حراس المرمى وتحاول طول الوقت تختال فيهم. حارس المرمى زيه زي اللاعب، اللاعب اللي في الملعب يعني بعيد عن حراسه المرمى، اللي هو ايه؟ لو النهارده ممكن يديك 10 من 10، بكره يديك 9، بعده يديك 8، بعده يديك 7، يرجع تاني يدي 10. مفيش حارس مرمى بيدي مستوى ثابت طول الوقت، بس المهم انك ما تنزلش مثلا عن 7 8 من 10. فده بيعمله الشناوي دايما، وعواد بيحاول يعمله وهو بيحاول يحفظ مكانه في التشكيله الاساسيه لنادي الزمالك. فالاثنين برضو يستحقوا ايضا التحيه والاشاده، وان كانت مشاكل الاهلي الدفاعيه ما زالت قائمه، مشاكل الزمالك الدفاعيه ما زالت قائمه. وحطوا في اعتباركم انه اي حارس يتاثر بخط دفاعه، خط دفاع جيد هتلاقي الحارس في احسن احواله، خط دفاع سيء هتلاقي الحارس بيعاني. طبيعي جدا، دي الف ب كوره برضو. طب نروح لاخبارنا النهارده، والاهلي بيدرس فكره تجديد عقد رامي ربيعه. انتوا عارفين رامي ربيعه تألق في الفترة الأخيرة وقدم مستويات مميزة جدا مع النادي الأهلي. كان في كلام الفترة اللي فاتت ان رامي ربيعة هيمشي، وكان ملف التجديد ليه كان مقفول، بس مع تألقه الفترة الأخيرة ومع عودته مرة أخرى للتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي، في تفكير لتجديد عقد رامي ربيعة من جانب إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط وفقا لرأي الكابتن سامي قمصان. ده بالنسبة لرامي ربيعة. معايا عبر الهاتف بعد الفوز الكبير اليوم للبيراميدز على فريق أسنان كومباني الكابتن الكبير كابتن محمود فتح الله. كابتن محمود مشرف ومنور حبيبي، اخبارك ايه؟ عامل مليون مليون مبروك الفوز النهارده، اداء رائع ونتيجه كبيره بكل تاكيد. والله الحمد لله، يعني نتيجه مهمه بالنسبه لنا، وثلاثة بونت مهمين مهمين في الجدول، وكمان مهمين قبل ماتش قوي مع الاهلي في الكاس ان شاء الله. فالحمد لله يعني مكسب بالنسبه لنا مريح. صحيح جدا. النهارده كمان انا قلت وانا بتكلم ان الفوز ده بالنسبه لي مهم لبيراميدز، عشان نضمن ان بيراميدز كمان لسه محافظ على اماله في المنافسه على لقب الدوري، ما تهربش منه الدنيا زي كل موسم. يعني السنه دي محتاج بيراميدز انه يمسك نفسه شويه في فكره المنافسه مع الاهلي والزمالك، رايك ايه؟ والله المنافسه انا عايز اقول لسه عدد ماتشات كبير ولسه بدري جدا. يعني لسه 12 ماتش، ده 36 بونت، وده رقم كبير. يعني بنحاول ناخد الامور واحده واحده، ما نشغلش نفسنا كتير. يمكن عندنا في النادي كلنا عندنا هدف ان احنا ربنا يكرمنا ونتوفق ناخد بطوله السنه دي، ايا كان ايه اسم البطوله. في عندنا حاجات، بطولات قريبه وبطولات يعني لسه قدامها شويه، يمكن بطوله الكاس اللي عندنا ماتش كمان 3 ايام مع الاهلي، دي يمكن يعني اقرب حاجه. صح. كايام يعني. صح. بطوله الدوري بنحاول ما نفقدش النقط، بنحاول نركز في كل ماتش يعني بنقاتل عليه، ما بنحاولش نفرط بسهوله. فيعني هنشوف بقى ربنا هيوصلنا لايه، وحسب اجتهادنا وحسب تركيزنا يعني بنتمنى توفيق ربنا ان شاء الله. طيب انا هسالك السؤال بشكل واضح دلوقتي، اي فريق في العالم يبقى عنده أهداف واضحة جدا، يعني يقول مثلا إيه، أنا السنة دي داخل أكسب دوري، أنا السنة دي داخل أكسب كاس والباقي أحاول فيه. هل الدوري من الأهداف الأولى عند بيراميدز، ولا ممكن الكاس يكون هو الهدف الأول عند بيراميدز؟ مش بكلمك على التوقيت، مين الأول ومين الثاني؟ عارف، بص إحنا عندنا أولوية إن إحنا ناخد بطولة، زي ما قلت لك أيا كان إيه هي البطولة. بنقاتل في كل بطولة بنلعب فيها، بنحاول ما نفقدش النقط، بنحاول نوصل للنفس الأخير. إيه بقى اللي هيحصل في نهاية الموسم؟ ممكن تاخد كل البطولات، ممكن ما تاخدش حاجة، ممكن تاخد بطولة اتنين، يعني
حسب انت مركز قد ايه واهتمامك قد ايه وتوفيق ربنا معاك في انهي حاجه. بس في حاجات بتاخدها نقطه نقطه وبتستنى بقى النتيجه اللي في الاخر، زي التلميذ اللي بيذاكر بيستنى النتيجه في الاخر يعني. فانت بتحاول تاخد الامور واحده واحده. ماتش النهارده بتنزلنا مهم، 3 بونت مهمين جدا مع فرقه عندها امل ضعيف فبتقاتل وبتبقى اشرس. على فكره اللي عندهم امل ضعيف ده ماتشاته بتبقى صعبه جدا جدا. وده كان حاصل النهارده يعني، النتيجه 3-0 صحيح، بس مرينا بفترات صعبه في الماتش. 3 بونت حطونا في حته كويسه تحت الزمالك اللي هو لعب ماتشات زينا ببونتين. لسه الاهلي ما لعبش ماتشات، فمش هقدر اعرف انا فين من الاهلي. وقبل ماتش مهم مع الاهلي في الكاس لازم ندخل الماتش ده واحنا هاديين، لان الماتش ده ماتش كاس مش دوري وهتعوض. ماتش كاس في فرقه بس اللي هتصعد. فالحمد لله يعني النهارده في مكاسب كتير. يمكن الخساره الوحيده ان ابراهيم عادل اتصاب النهارده، هنشوف لسه اصابته عامله ازاي وهيبقى متاح معانا الماتش الجاي ولا صعب. مبدئيا حاسس بايه يعني؟ الجهاز تبقى لكم الاصابه مبدئيا يعني. يعني يمكن لسه مش عايز اسبق الاحداث، هنعرف بكره. لكن 3 ايام دي اللي بيجي له شويه كحه بيغيب يعني، صح، ما بتلحقش الجهاز حتى. فانت شايف ان ممكن يبقى عنده صعوبه يعني في المواجهه؟ مش يعني مش عارف. صعوبه الله اعلم طبعا، بس صعوبه يعني بالنسبه لنا لعيب مهم طبعا. فهنشوف بكره لسه مين متاح معانا ومين مش متاح يعني. عظيم جدا. عودة رمضان صبحي للتألق تفرق كتير مع بيراميدز الفترة دي. حاجة انا على المستوى الشخصي مبسوط جدا. واحنا كنادي اي نجم بيتألق حاجة بتساعدنا. رمضان لعيب كبير، وانه النهارده بيرجع للتهديف ويجيب جولين ده حاجة كويسة، وقبل الماتش مهم وحاجة كويسة وبتديله ثقة طبعا. اتمنى ان شاء الله الجولين دول يبقوا بداية لبقية الموسم، لان اللي جاي هو الصعب يعني. عظيم جدا. طيب منتخب مصر، انا بتكلم دلوقتي بقى الكابتن الكبير كابتن محمود فتح الله نجم منتخبنا الوطني، شايفه ازاي الفتره اللي جايه؟ شايف مين افضل له الفتره الجايه؟ هل مع عوده كارلوس كيروش ولا مدير فني اجنبي اخر؟ بص يا كريم، عشان لو اتكلمت معاك باللي انا شايفه هقعد ساعه اتكلم، فهختصر لك الموضوع يعني. اتفضل. هختصر لك الموضوع. اتفضل. لازم نكون فاهمين كلنا، اي حد فاهم كوره لازم يكون فاهم ان القصه مش مدير فني فقط. صح. لو كنا فاكرين ان احنا هنجيب كيروش يبقى الدنيا اتحلت، او هنجيب جوارديولا يبقى الدنيا بقت تمام هننجح، يبقى احنا بنقول اي كلام وبنهرج. مش قارين الوضع صح. القصه عمرها ما كانت مدير فني فقط يعني، قصه اكبر من كده وقصه كبيره جدا كمان، وخصوصا على مستوى المنتخبات يعني. عنصر مهم. ممكن جوده المدير الفني اللي جاي يعني تحسن الدنيا شويه. لكن انك لو عايز تنجح وعايز ترجع هيبه منتخب مصر وهويه منتخب مصر، القصه اعمق واكبر من اختيار مدير فني. هنختلف وناس هتقول كيروش يرجع، لا نجيب مدرسه مش عارف هولنديه باكستانيه، ايا كان اللي هيتقال. القصه مش مدرب بس. القصه يعني في عوامل كتير، وبيجي في الاخر بقى شغل المدرب بيكون متوفر 100 حاجه، وفي الاخر بقى تجيب مدرب جودته عاليه واسم كبير ومدرب فاهم الدنيا ماشيه ازاي هينجح، وفر له الحاجات اللي تنجحه يعني. بس تجيب مدرب ويلا اشتغل، وانا جبت مدرب يعني قصه اكبر من كده، ده وجهه نظري. طيب اخر حاجه، كان في كلام انه في حكام اجانب لمباراه الاهلي وبيراميدز بحسب لجنه الحكام، وعرفنا من مصدر لينا انه الحكم اللي كانوا اتفقوا معاه اعتذر. هل هيبقى عند بيراميدز مشكله لو اللي ادار المباراه طاقم تحكيم مصري؟ بص، الموضوع ده بيبقى مع اداره النادي اكتر. هي اللي بتتكلم فيه. لكن انا ما اعتقدش يعني اي حاجه اتحاد الكوره هيستقر عليها اي حكام يعني. احنا جاهزين، ما عندناش مشكله يعني. عظيم جدا، عظيم جدا. طيب حاجه كمان، وليك الحق ترد ولا لا، ابراهيم عادل ولا ايه؟ لا لا، ابراهيم عادل ممكن يبقى في امريكا السنه الجايه؟ في امريكا في الاجازه يعني قصدك؟ احتراف في الاجازه يقضي اسبوع ويجي. خلاص بس شكرا، خدت الاجابه. لا، اشمعنى امريكا يعني؟ انا سمعت انه عنده حاجه في امريكا. بص يا كريم، عشان نقفل الموضوع ده، الفترة دي بالنسبة لنا كنادي أهم فترة في الموسم، طالما احنا أهدافنا إن احنا ناخد حاجة. صح.
مش هدفنا ان احنا يعني موجودين وخلاص وسنه وتخلص، لا احنا هدفنا ان احنا ناخد بطوله ايا كانت البطوله. فالشهرين الجايين دول بالنسبه لنا اهم شهرين في الموسم. فصدقني كل الكلام اللي بيتقال ده احنا بنقراه في المواقع والبرامج فقط فقط، لكن احنا في النادي مفيش حاجه اساسا بنتناقش فيها ولا حاجه مطروحه بنتكلم فيها اساسا في النادي. الكلام ده غير ان احنا ماتشاتنا ازاي، هنعمل ايه، الدوري ايه، كاس ايه، فقط وبنشتغل فقط. لكن كل الكلام ده مين راح فين ومين بيكلم مين ومين هيعمل ايه، الكلام ده بنسمعه في المواقع والاعلام فقط فقط، لكن ما بتتناقش فيه اساسا، لان اساسا ما فيش حد عاقل يتناقش في حاجات زي دي في التوقيت ده. الكلام ده مش مطروح دلوقتي خالص. انت عارف ليه دايما بيبقى مطروح دلوقتي؟ ما هو احنا برضو حظنا الوحش هنا في الدوري المصري، مش بتكلم على بيراميدز بس، كل الفرق، انه اللعيبه ممكن يجي لها عروض من اماكن كتير قوي عشان المواسم الثانيه في الاماكن الثانيه دي خلصت خلاص، فاحنا بس اللي في نص الموسم بس، هم عندهم الموسم خلص وبيدوروا على لعيبه، فطبيعي يبصوا عندنا. عندك حق، لان الدنيا متلخبطه واحنا بالزبط. الناس بتبدا واحنا لسه بننهي. صحيح، عندك حق مليون في الميه، لكن كل نادي بيدور على مصلحته. صحيح، ومصلحه النادي ان اللعيبه اللي معاه اللي متاحه معاه وموجوده بعقود لازم تكون مركزه 100% طالما انت بتلعب على حاجه. مزبوط. لو انت في نص الجدول سابع ثامن تاسع عادي، هتبيع ده وهتجيب ده وهتتفق على ده وتبيع ناس وناس تمشي وتسافر عادي. صحيح، بس طالما انت بتلعب على حاجه، اي نادي مش بيراميدز يعني، اي نادي طبعا بيلعب على حاجه مليون في الميه بيوفر كل حاجه بالتركيز واجواء مناسبه للناس تنجح. فان الناس تنجح يبقى الكلام ده مش مطروح وما بنتكلمش فيه. طبعا صحيح. كابتن الكبير كابتن محمود فتح الله نجم منتخبنا الوطني الاسبق ومدرب فريق بيراميدز، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا. طيب نرجع تاني لاخبارنا، والكابتن محمود الخطيب طلب من اللي موجودين في الاهلي عدم الحديث عن رحيل ميكيسوني لسببين. اول سبب ان ميكيسوني حاليا في اصابه وممكن يرجع والنادي الاهلي يبقى محتاجه ويشارك الفتره اللي جايه لنهايه الموسم. الحاجه الثانيه ان الكلام على رحيل ميكيسوني طبعا هيهدر او هيضعف فرص تسويقه بشكل جيد، فطلب من الجميع في النادي الاهلي كجهاز فني واداره وكل شيء لا احد يتحدث عن رحيل ميكيسوني عن النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لميكيسوني، ولسه مكملين اخبار النادي الاهلي. ومحمود عبد المنعم كهربا بعد ما استقر شويه مع النادي الاهلي ويبدو كده انه مكمل مع النادي الاهلي مش هيطلع اقرا بعد رحيل بيتسو وموسيماني، سال عن موقف النادي الاهلي من دعمه في الغرامه اللي عليه لنادي الزمالك اللي هي 2 مليون يورو عشان يعرف هيحصل ايه. واضح انه في الزمالك الحل الودي مش موجود بالنسبه لكهربا، وهو بيسال النادي الاهلي هل هيبقى في دعم من النادي الاهلي في هذا الامر ولا لا. خلونا نشوف الفتره اللي جايه فيها ايه. زي ما قلت لكم سيف الجزيري كان عنده يعني مشادة كلامية بسيطة مع فيريرا قبل ما يسافر مواجهة منتخب تونس أو يتضم للمنتخب التونسي، وكان فيريرا متضايق منه جدا، ولما رجع من تونس ما خلوهوش كمان في قائمة مباراة الأهلي والزمالك. بس لعيبة كبيرة في نادي الزمالك تدخلت وأقنعت سيف الدين الجزيري أنه يصالح فيريرا، أنه يتعامل مع فيريرا بشكل أفضل، أنه يخش يعتزل له، وبالفعل واعتذر لفيريرا وصالح فيريرا. رقم 10 عارف خلاص أنه الكباتن في نادي الزمالك كانوا زي ما قلت لكم أقنعوا فيريرا بمسامحة الجزيري، والنهاردة الجزيري بالفعل بيصالح فيريرا وبيسجل هدفين يفوز بيهم نادي الزمالك على فريق البنك الأهلي. كارتيرون بيعرض على محمد ابو جبل الانضمام الى الاتفاق السعودي. انتوا عارفين انه في كلام كتير جدا محمد ابو جبل هيروح بنهايه الموسم الى النصر، ولكن لسه ما فيش توقيع رسمي بخصوص هذا الامر. وكارتيرون من ناحيه ثانيه وهو مدير فني لفريق الاتفاق السعودي بيحاول يقنع ابو جبل بالانضمام الى فريقه بعد نهايه هذا الموسم. ده فيما يخص محمد ابو جبل اللي لسه الامور مش واضحه بالنسبه له 100%. حمدي النقاز استفسر عن موقفه من نادي الزمالك. تعرفين حمدي النقاز كان انضم لنادي الزمالك مره اخرى ومضى تعاقد، وبعد كده خرج اعاره، وبعد كده دلوقتي هو بلا نادي يعني، بس عقده ساري مع نادي الزمالك، وبيسال الموسم اللي جاي هيكون وضعه ايه مع نادي الزمالك عشان يبدا زي بيقولوا كده ايه يشوف حاله، هيكمل مع نادي الزمالك ولا يبدا يشوف نادي اخر ينضم ليه. ده بالنسبه لحمدي النقاز. سيد عبد الله نيمار كان اصيب قبل مباراة البنك الأهلي وعشان كده استبعد من قائمة الفريق لهذه المواجهة. كانت الإصابة شد عضلي هي اللي خليته ما يشاركش في هذه المباراة رغم تألقه الكبير في مباراة
الأهلي. طيب خبر كمان، جيدو فيرمولين مدرب منتخب مصر لكرة الطائرة تم إقالته اليوم بسبب اللجنة الأولمبية اتحاد الكرة الطائرة، أقال الهولندي جيدو فيرمولين، وده بسبب أزمة حصلت بينه وبين المنتخب في بطولة البحر المتوسط. اتحاد الطائرة قال إن الإقالة بسبب تلقي الاتحاد خطاب من اللجنة الأولمبية من ثلاثة أيام بترفض فيه تعيين المدرب لإدارة المنتخب وترفض سفره كمان مع البعثة لبطولة البحر المتوسط، وده بعد ما كانت اللجنة بتراجع قائمة المنتخب المسافرة ماشي. 1.2 مليون تذكرة تم بيعهم خلاص من تذاكر بطولة كأس العالم 2022، ويبدو كده أن البطولة هتبقى كاملة العدد كعادة كل بطولات كأس العالم، حاجة رائعة وحاجة مهمة جدا كل الناس بتستناها كل 4 سنوات، وبالتأكيد في أكتر من 40 مليون طلب على موقع البطولة لشراء التذاكر، ده بحسب الخبر الرسمي. رحل رسميا وانضم رسميا ساديو ماني بعد رحلة عظيمة جدا مع ليفربول، ينضم إلى بايرن ميونخ الألماني. بايرن ميونخ النهاردة أعلن رسميا تعاقده مع ماني في صفقة تكلفت 41 مليون يورو. طيب أوضح لكم بس الأول، هو ليه الرقم قليل؟ طبعا أنت لما بتسمع الرقم ده بالنسبة للأرقام الكبيرة بتدفع برة تقول إيه ده 41 مليون يورو بس على ساديو ماني، واحد من أهم اللاعبين في القارة الأفريقية، واحد من أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي، الاسم الكبير ده، يبقى 41 مليون يورو بس وفي لعيبه تانية بتاخد 100 و100 او بتدفع فيها 100 و150 مليون يورو، في حاجه غلط؟ لا مش غلط ولا حاجه. اللاعب فاضل له سنه واحده في تعاقده مع نادي اللي هو ليفربول، فالنادي مش هيطلب اكتر من كده. النادي التاني اللي هو بايرن ميونخ لما بيجي يشتري اي لاعب بيشتري التعاقد بتاعه، وانت فاضل لك ايه؟ فاضل لك سنه هدفع ثمنهم برقم يعني، لكن لو فاضل له 3 4 سنين مع بايرن بيبقى الرقم اعلى من كده بكتير. ده من استقبال ساديو ماني في بايرن ميونخ، وده مؤتمر توقيعه، حاجة رائعة جدا جدا جدا. رحلة كبيرة مع بايرن، رحلة كبيرة مع بايرن، راحت الرحلة وخلصت، ودلوقتي صلاح مع النجوم الأخرى في ليفربول يكملوا المشوار لوحدهم. بس أنا هنا بقى في حاجة ملاحظة لازم أقف عندها وأتكلم عنها كتير. النهارده ليفربول بيطلع بيان بيشكر فيه ساديو ماني، بايرن بيشكر ليفربول وبيشكر ساديو ماني على الانضمام ويشيد باللاعب، لاعبي ليفربول بيشكروا ساديو ماني وبيقولوا عايزين نشوفك مره تانية. ايه ده؟ عادي اهو، الناس بتيجي وبتمشي وبتقعد وبتتالق. هل بقى طلع ليفربول راح طلع بيان قال عشان يرضي جماهيره على السوشيال ميديا؟ ما خد بالك لو انت بصيت على جميع ليفربول على السوشيال ميديا زعلانين قوي من ساديو ماني. ازاي يعني ساديو ماني انت بتسيبنا وسايبنا في ظروف صعبه وانت كنت بالنسبه لنا اسطوره ولاعيب كبير، ليه تسيبنا والكلام ده كله؟ زعلانين، في بعض الجماهير زعلانه. هل بقى اداره ليفربول راح حبت تراضي الجماهير اللي على السوشيال ميديا دي وقالت لهم اه ده لاعب خاين، ده لاعب باع النادي، ده لاعب ما قدرش اللي النادي عمله معاه، احنا النادي اكبر منه ومن كل اللاعبين الاخرين؟ ولا الهوى، راجل أدى مشوار كويس، مشي بشكل محترم، تم بيعه والنادي استفاد منه ماليا وخلصت الحكاية، فيش بقى خناقات وشد هدوم، عادي جدا، الحياة بتبقى أسهل من كده بكتير. أدم مش هربان مثلا يعني، هو ما هربش. محمد صلاح النهاردة كمان شكر ساديو ماني وقال إن أنا مستني أشوفك تاني ومستني تبقى معايا الفترة اللي جاية. وخدوا بالكم بقى من نقطة مهمة، إن رحلة محمد صلاح مع ساديو ماني هي رحلة في منتهى النجاح، في منتهى النجاح. طبعا احنا كنا هنا في مصر بحكم ده كان بيتكلوا على السين، ده كان ما بيبصلوش الكوره، ده كان بيبقى زعلان لما صلاح يسجل هدف، احنا بنقعد نعمل القصه وتعجبنا ونمشي فيها، تعجبنا احنا الحاجات دي، تعجبنا القصص دي الدراميه، احنا كده بنحب الحاجات الدراميه ما بنحبش الحاجات السهله. والعلاقه بينهم كويسه، الاثنين ساعدوا بعض جدا، الاثنين ساعدوا بعض جدا على التالق، وانتهى مشوار ساديو ماني في النهايه مع فريق ليفربول ويبدا مشوار جديد مع فريقه بايرن ميونخ. لما سالوه على ليفاندوفسكي هيكمل مش هيكمل، هتلعب معاه ولا مش هتلعب معاه، قال الموضوع ده ما يخصنيش وانا مش حاطه في اعتباري ومش بفكر فيه. ساديو ماني بقى ارقام مذهله في الدوري الانجليزي، مذهله في الدوري الانجليزي، تعالوا نشوف. 343 مباراه في الدوري الانجليزي، منهم 269 مباراه مع ليفربول و74 مع ساوثهامبتون.
145 هدف منهم 120 مع ليفربول، ومع ساوثهامبتون سجل 25. صناعة أهداف 62 مع ليفربول 48 ومع ساوثهامبتون 14. بطولاته: الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي. ده ساديو ماني. احنا لسه مكملين مع حضراتكم كلام كتير في الكورة، هيكون مشرفني ومنورني بعد هذا الفاصل كباتن الكبار كابتن عمرو الحديدي نجم الأهلي الأسبق، والكابتن الكبير كابتن كريم ذكري نجم النادي المصري الأسبق. خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الفقره دي حطينا الاتوبيس وهندافع كويس قوي، هنقفلها ضبه ومفتاح. معانا اتنين مدافعين تقال جدا ومن اجيال مختلفه، كابتن الكبير كابتن عمرو الحديدي مدافع الاهلي الاسبق، والكابتن الكبير كابتن كريم ذكري مدافع المصري والزمالك الاسبق. يا كابتن عمرو مشرف ومنور حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله خير. احمد ربنا. كابتن كريم مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك كريم، مبسوط ان انا معاك النهارده ومع الكابتن. طبعا اخويا الكبير الكابتن عمرو. هنقفلها كريم، هنقفلها النهارده، هنقفلها طوال وكور العاليه. مفيش حاجه هتعدي بقى. طيب نبدا بحيث ما انتهينا النهارده، ماتشين، ماتش الاهلي والزمالك، الزمالك مع البنك الاهلي والاهلي مع غزل المحله. بس نبدا بالزمالك بما انه كانت المباراه الاولى النهارده، رايك ايه في اداء الزمالك ودفع بريرا بمجموعة من الشباب خلوا الزمالك كمان يتحسن كثيرا؟ بص يا كريم، في حاجة في دماغ الراجل ده بيقرا الملعب الشوط الأولاني بطريقة، وبيعمل سيناريو الشوط الثاني مختلف تماما. صحيح. يعني عايز تقول محاضرة الشوط الأولاني محاضرة جس نبض زي أي مدير فني. محاضرة الشوط الثاني واحد عارف كل ثغرات الخصم وبيبتدي يبني عليها بإمكانيات لعيبته. صحيح. أما يكون أي لعيب فينا كريم هو موجود ويكون احمد ياسين سيرد باك البنك الاهلي، فاول كوره تواجدت في مباراه النادي الاهلي وعملها يوسف ابن الكابتن اسامه. صحيح. هي نفس المواصفات. انت قلت في احنا قاعدين في الاستراحه، سيف الجزيري كافئ فريرا. صح. هي القعده ليه؟ القعده اما لعب ماتش الزمالك عمر السعيد هو قعد ليه؟ انا وديتك دلوقتي اما تيجي تسافر عشان المنتخب انت هداف. هو الاجوان اللي انت بتجيبها دي بتفوقك كفيرود؟ لا، بتحطك في حته تانيه خالص. صح. إيه انت بتكافئ مدير فني انك انت اما غيرك اجت. صح. والمدير الفني بيتكافئ بفكره ان هو اختار الوقت المناسب اللي ينزلك فيه. كل واحد فيهم اختار الجزء اللي ينجح فيه، بس الراجل ده يعني ثعلب مكار. بهادي. بيعرف مجريات المباراه، يختصر منها اللي هو عايزه. مفيش مدير فني عنده الذكاء اللي في مباراه النادي الاهلي في الوقت اللي هو محتاج يهاجم او يقفل الجيم ينزل شيكابالا يغير محتوى المباراه باسلوب معين. صحيح. وبعد كده الصغيرين. صح. كابتن كريم، انا احترم جدا المدرب اللي بيعرف يقرا المباراه، مش بس المدرب اللي يعرف يحط تكتيك وتشكيل للمباراه، انه المباراه لها ظروف، وانت راجل اشتغلت مع اجهزه فنيه وانت عارف اللي بيحصل، وكلاعب كمان. صحيح. ان المباراه ممكن يبقى فيها متغيرات، تبقى انت مذاكر حاجه معينه وتحصل في المباراه متغيرات، فانت تبقى مدرب بره عارف تغير من الوضع ده. عمله فيريرا في مباراتين على التوالي، مباراة الأهلي ومباراة اليوم أمام البنك الأهلي. صحيح. يمكن كابتن عمرو اتكلم واتكلم على تغييراته، لكن قبل التغييرات لا، أنا شايف الزمالك شكل كويس. يعني رغم النهاردة البنك الأهلي خلي بالك من الفرق كويسة جدا. صح. ويمكن أنا شفتهم في الملعب عن قرب، فرقة بتدافع كابتن عمرو بطريقة اللي عارف أنت تزهق. إن هو دايما قافل لك عمق الملعب. يعني النهارده البنك الاهلي كل خطوره الزمالك قبل ما ينزل سيف الدين الجزيري، لان الزمالك طبعا ما كانش بادئ براس حربه، او اوباما ما يعتبرش راس حربه صريح اللي هو بتاع صندوق يعني. فكل خطوره الزمالك النهارده من على الاجناب، كان كروس يمين او شمال، وشفنا خطوره نادي الزمالك بيضيع كتير جدا. بلغه الكوره اللي بيضيع بيستقبل. صح. فعلا. صح. جه في هدف. لكن اللي عجبني في نادي الزمالك كابتن عمرو الشخصيه. ان انت قادر ترجع. كان لازم اقول اول حاجه لازم اقولها نسيتها طبعا، ان انا بشفق على لعيبه نادي الزمالك. انت بتتكلم على فريق منهك حرفيا. النهارده 7 اصابات
او 7 غيابات مش موجودين ماتش الاهلي بيتضاف لهم عبد الغني يبقوا 8 فانت بتضطر تلعب الناشئين وقايمه اصلا ضئيله عشان لسه جاي فيها دي طبعا انت من البدايه اصلا كمان عندك قايمه ما ضفتش لها حد فعشان كده قلت فريق منهك هو مش هيعوض غياب طارق حامد 100% طبعا 100% لان امام هو ربنا ما بيديش للامكانيات لكريم غير الكابتن عمرو غير كريم كل واحد بيدي له ميزه طارق حامد عنده المميزات الدفاعيه اكتر بكتير من امام عاشور لكن امام عاشور بيعرف يدافع بس مش زي طارق لكن عنده ميزه ان هو اللي الكابتن عمرو بيتكلم عنها حلقه الربط ما بين المدافعين والمهاجمين هو اللعيب الكره الوحيد دلوقتي اللي موجود في نص الملعب اللي يقدر ينقل لك الهجمه عشان كده هتلاقي دايما المدافعين بيدوروا على امام عاشور بيعرف يستلم ويسلم تحت ضغط الرؤيه بتاعته كويسه ما شاء الله مع الزمالك كمان مع فرقه الزمالك البدني كويس جدا يعني لو اتفرجنا على مباراه النادي الاهلي لما اتلعب الطويله من شيكابالا من ناحيه اليمين لامام عاشور اللي استلمها وجت في العارضه كانت الدقيقه 90 صح. انت الراجل اصلا ده الراجل ده بيلعب جنب اشرف رؤى في نص الملعب وصل لاخر نقطه في الملعب في الدقيقه 90 بيوصل لاخر نقطه في الملعب صح. ويستلم كويس ويسددها فانت النهارده عنده مميزات كتيره جدا بدنيا واقف على رجله كويس ما شاء الله بيسلم ويستلم زي ما قلت لك هو حلقه الربط هو كمان بشوف هو الديفندر دلوقتي اللي ممكن بيأديها كويس زي السوليه من فتره بوكس تو بوكس اللي هو دايما تلاقيه جاي من نص الملعب ويكمل وبعد ما بيخلص الهجمه تلاقيه بيرتد على طول خلي بالك انت ممكن تكمل كويس جدا لكن تعلق قدامه وما ترجعش خلاص انا عملت انا مش قادر ارجع لكن امام بيعملها كويس الارتداد بيعمله كويس فانا شايفه من اهم اللعيبه في الزمالك في الفتره دي صحيح لسه اتفضل يا كابتن اتفضل قبل ما اتفضل شخصيه لاعب بكرايت اجاده ما حسكش ان هو غريب عن المكان ديفندر بيروح بيسدد برجلي الاثنين بس هي الفكره بقى انت هتوصلني لغايه فين انت عايزني لغايه فين ما هو لو كريم مأيدني في كل حاجه انا هزود لو انت هتلاعبني واحده بواحده هبقى موجود ولو احتجتني خلاص انا اقدر اعمل ده يعني انا قلت لك من المكاسب الخاصه لمنتخب مصر شخصيه امام عاشور شخصية هو شخصية لعيب كرة مش بيخاف اللي كنت بشوفه في الحاجات دي زمان يمكن كريم عصره في الحاجات دي شوقي وهو في مصر كان كده وهو في النادي الأهلي كان كده أعرف أجيب بدماغي وأعرف أسدد وأقدر ألعب ليبرو وألعب سيرد باك وأقدر أزيد في نص الملعب بس ما أقدرش أعمل الحتة الدفاعية بتاعت حسن عبد الرب ولا أحمد حسن أقدر أعمل ثلاث أرباع بس ما أقدرش أعمل 100% صحيح أضيف لك على ده كمان بقى حاجة عجباني قوي في إمام عاشور التطور في الشخصية إنه إمام كان برضه وهو لسه صغير مشاكل إخفاقات صح ودي احنا قلنا كلنا انها هتأثر على مشواره صحيح. بس الموقف اللي عمله مع وليد سليمان في المباراه الاخيره تصريحاته لما بيطلع يتكلم بكلامه هادي ومحترم انت بتكتسب من المواقف اللي انت عملتها الخبرات خبرات رزانه التقل اللعب بيوصلك لده ولا اللعب بيوصلك للانفلات الانفعالي لا ما لا بالعكس صح. انا وصلت ان انا تقلت وخدت استحسان الناس كلها لما رحت لوليد صح كنا دايما تدوبت الموضوع دايماً. في ثواني كنا دايما يا كابتن عمرو وانا فاكر يمكن في اكتر من حلقه بتكلم وبنجيب سيره امام عاشور كنت دايما بنتقده في حاجه واحده بس العقليه صح. لان وارد ان تبقى كويس في الوقت ده وارد ان مهاراتك كلاعب تبقى كويس جامد جدا لكن العقليه مش هتستمر فمن واضح ان هو نضج صح لكن نتمنى الاستمرار صح. استمرار مستوى ده طبيعي جدا خلي بالك انا عايز اقول حاجه لعيب الكوره دايما طالع نازل لازم تحافظ على نفسك فتره بس بيجي عليك وقت خلاص صح. لكن اهم من اللي انت في المستوى هو العقليه لازم تحافظ على دي مظبوط لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع مع الكباتن الكبار كابتن عامر الحديدي كابتن كريم ذكري بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا اهلا بحضراتكم مره اخرى طب كابتن عمرو اروح لمباراه النادي الاهلي والنهارده الاهلي كسب غزل المحل كسب غزل المحل بس لسه في تحفظات مسموله ازاي كسب مش عاجباه كسب لسه في تحفظات كثيره على اداء النادي الاهلي انا على فكره مش بتكلم على المباراه دي ولا اللي فاتت ولا اللي قبلها بتكلم على فتره طويله الاهلي لسه مش مقنع بنسبه 100% بص كيمو في حاجات في النادي الاهلي كنا زمان بنقول ان طريقه واثنين وثلاثه واربعه نقدر نغيرهم في الملعب بلعيب واحد عن طريق الربط ما بينه وما بين المدير الفني كنا بنشوف في فايلر انه بيهاجم ومش معتمد على اي حته عشان مأمن الحته الدفاعيه دلوقتي النادي الاهلي كنا بنتكلم في الفصل ما بقاش في حد خايف ما بقاش في حد خايف يهاجم النادي الاهلي يعني يمكن انا وكريم بنتكلم النهارده المحله مصطفى عبده دخل في الجيم هاجم النادي الاهلي هاجم النادي الاهلي بثلاث لعيبه ثلاث فراوده بس وانت بتهاجم ما بتامنش نص ملعبك والالتزام في خط الظهر امكانيات برضه يا كابتن عمرو ايا كان يعني اقصد في فرق بعض الفرق ما تقدرش يديك كل اللي انت عايزه بالظبط طب انا هقول لك على ال 16 دقيقه لا ال 8 دقائق الاخر بالوقت البدل ضايع اللي عملهم النادي الاهلي ليه ما بيتعملش 90 دقيقه كده ايوه
ليه مش التسعين دقيقة انا بضغط ما انا هيوصل بيا الضغط ان انا اغلط فالغلط هيفتح لي طلاسم معينة تخليني هاجم واجيب جون. يعني النهاردة مين يصدق ان الثرو باص اللي معمول من زياد طارق لمحمد شريف من العمق في الوقت ده بالذات التمركز مش موجود من لعيبة الغزل. تغيير اتجاه الكرة ان شريف فرويد فرويد بيغير اتجاه الكرة وهو مقتنع ان هو واقف حوالين الصندوق بالظبط. يعني انا هغير اتجاهها تبقى في حدود الصندوق. كره السولية، كره رامي ربيعه، كره حسام حسن، كره السوليه تاني بدماغه. في كام حاجه كره صلاح محسن. طب ما هو العارضه هنقول الاهلي ضيع 5 اهداف. امر الواقع بيقول بعد السكور طلعت ايه 1-1 خسرت 2 بونت. دخلت في الجيم تاني زي بالظبط كره نادي الزمالك، انت جبت الجون في الوقت اللي انت رجعت لي خرجتني من العنايه المركزه. شلت انبوبه الاكسجين ورجعتني الاصل تاني. صحيح. بص انا بقول لك السيناريو اللي انا شايفه ده بيحصل. الزمالك بيلعب بيكسب بيسبب مشكله للنادي الاهلي، فان الاهلي بيلعب على ضغط ان انا لازم اكسب عشان المسافات اللي ما بيني وما بين النقاط اللي موجوده. وبسمع برضو في الراديو او حد من اللي موجودين بيقول لي مباراه بيراميدز حصل فيها ايه، هتفضل كده كتير مش زي زمان. المسافه 11 بونت و12 بونت لا خلاص، لا مش خلصت كله خلاص، انك تكسب 3 و4 و5 مش هتلاقيها كتير. صحيح. الاهلي النهارده كابتن كريم لعب مباراه زي ما كابتن عمرو قال في فرص ضايعه، صح، بس برضو في اخطاء كثيره في الدفاع، والاخطاء اللي في دفاع النادي الاهلي تحسها شبه اخطاء دفاع النادي الاهلي الزمالك. يعني في دايما اخطاء تبدو، انا معايا 2 مدافعين كبار، اخطاء انت لما بتتفرج كمشاهد مش لعيب كوره تقول الاخطاء دي ازاي تحصل من مدافعين بيلعبوا في الاهلي والزمالك. النهارده الاخطاء في الاهلي سهل جدا، كل اللاعبين او اي منافس زي ما انت قلت والكابتن عمرو قال، حتى لو منافسين ممكن يبقوا اقل منك في الامكانيات يوصلوا لمرمى النادي الاهلي والزمالك كمان وبسهوله جدا. بسهوله، صحيح. يمكن موقف الاهلي من زمان جدا تحس انه قريب من الزمالك. فرقه منهكه، انا شايف ان بدنيا طبعا بدنيا، بس قبل ما يكون بدنيا نفسيا انا شايف برضو لعيبه النادي الاهلي لسه برضو المباراه النهائي بتاعه الوداد واخده منهم كتير قوي. يعني تحس ان برضو في حاجه مقصره. مش ده اللي متعودين عليه النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما كان بيخلص بطوله سواء خدها او ما خدهاش بيفكر في اللي بعدها على طول، فدي لسه مقصره عليهم شويه، ده رقم واحد. فنفسيا انا شايف لسه الموضوع متاثر شويه. بدنيا لا، اللعيبه منهكه. يعني النهارده لما بتيجي تتكلم على السوليه مش مستواه، ما تقدرش تقيم السوليه، الراجل بيلعب كتير جدا لازم تريح. طب لما تيجي تريحه الله يكون في عون الكابتن سامي امام النهارده، لما تيجي تريح السوليه مين اللي هيلعب؟ مفيش. محمدي فتحي مصاب، اليو ديانج مصاب، ناحيه اكرم توفيق ناحيه اليمين مصاب، فبتلعب كريم، محمد هاني كان قبلها بيلعب، فمعلول بيلعب كتير جدا. بس انت بتقول انه الاهلي متاثر بنهائي دوري الابطال. صحيح. لما الاهلي خسر منكم انت كنت موجود في الجهاز الفني المصري، ما كانش لسه في نهائي افريقيا ولا الكلام ده كله. صح. كان ليه الاهلي خسر وقتها؟ وانت بقى خلاص انا دلوقتي بتكلم على شاهد عيان في الملعب. ليه الاهلي خسر؟ عشان احنا ما دافعناش قدام النادي الاهلي. ما دافعناش خالص قدام النادي الاهلي. بالعكس احنا نزلنا المباراه احترمنا النادي الاهلي كويس جدا، لكن فكرنا في حاجتين، والكابتن معين الشعبان كان بيتكلم مع اللعيبه في التحضير للماتش قبلها بثلاث اربع ايام اللي كنا شغالين في الملعب، اللي انا بقوله لك كده بالظبط. انت بتلعب نادي كبير، لكن انت برضه نادي كبير اسمك كبير تلعب بشخصيتك. فبدانا نفكر في حاجتين، انا مش ضغط النادي الاهلي من قدام وسايب خط ظهري، وفي نفس الوقت مش نايم في نص ملعبي ومستني العب على المرتدات، لا احنا بنلعب بطريقه متوازنه. وفي نفس الوقت اللي فكرنا فيه اغلب اوقات المباراه تحرم النادي الاهلي من الكوره، ونجحنا ان احنا نجيب جون وضيعنا الثاني. يمكن المباراه دي يمكن من المباريات القليله ان احنا كسبناها اداء ونتيجه. فاللي كنا بنتكلم فيه وهنرجع له ان في فرق بتضغط نفسها بنفسها، يعني المحله النهارده دخل الجيم في الدقيقه 37 بدا يهاجم. لكن الاهلي عشان نتكلم بصراحه مفتقد شخصيه واحد ضد واحد. مين في النادي الاهلي النهارده يمسك الكوره بيعدمنا؟ يعني مين؟ يعني المفروض احمد عبد القادر وغايب، وحتى لما بيبقى موجود ما بيبقاش في حالته، صح، بقاله فتره. صح. فانت النهارده هنرجع برضو لاول كلامنا اللي الكابتن عمرو كان بيتكلم فيها، الكرات الطويله. هو النادي الاهلي مجبر ليه يلعب كرات طويله؟ عشان ما عندوش لعيب، او عنده بس الـ مش ماشيه معاه دلوقتي. يعني عنده اسماء كويسه طبعا، قفشه وعبد القادر حسين الشحات، عنده لعيبه كتيره. لكن لما بتيجي تتكلم وتقيم النادي الاهلي الفتره الاخيره كابتن عمرو، انا مش شايف لعيب في النادي الاهلي ولا بيرسي تاو ولا مكسوني ولا عبد القادر ولا اي حد من دول بياخد الكره واحد ضد واحد بيعدي. فخلاص انا النهارده لما افقد الكره في زميلي اللي جنبي ان انا مش ما عنديش ثقه فيه ان انا هدي له كره تقطع. فالنادي الاهلي النهارده بيلجأ للكرات الطويله لان انا مش شايف حد بيعدي واحد ضد واحد. صحيح. واحد ضد اتنين ما بتعديش. كل خطوره النادي الاهلي النهارده هي كرات طويله وكرات عرضيه. صحيح. فدي مفتقده النادي الاهلي. قبل ما ارجع للكابتن عمرو وحاجه تخص الاهلي وسؤال مهم جدا يخص بيتسو موسيماني وما بعد بيتسو موسيماني، على ذكر معين الشعباني، شايف معين الشعباني ظلم في النادي المصري؟ ظلم طبعا. ظلم طبعا. ظلم ليه؟
لان هو الراجل محترف، ما مش عارف الظروف وبواطن الامور اللي بتضار بها الكره المصريه. ظلم من التحكيم، انا نادرا لما بتكلم على التحكيم وعلق شمعات، لكن اغلب الاستوديو التحليليه اتكلمت عن الفتره اللي كنا فيها في النادي المصري، كان لنا حاجات كتيره جدا. ظلم ان الفتره اللي كان موجود فيها كانت فتره صعبه جدا في النادي المصري علينا كلنا، مفيش فلوس، انت عارف ان الكره دلوقتي بقت فلوس. فالراجل راجل محترف جاي يمرن في الملعب، بس في حته الفلوس والفلوس بتاخر دايما، المشاكل الماديه ممكن كنا بنتكلم كتير في الموضوع ده انا وانت كريم، اثرت على الراجل طبعا بشكل كبير، لكن هو مدرب محترم جدا يعني. خسروا المصري؟ هو مش عايز اقول خسر، هو احنا كسبنا معين الشعباني، ومعين الشعباني كسب الجمهور المصري. بعد ما راح معين الشعباني خسر المصري؟ لا طبعا، في حسام كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وانا خلي بالك يمكن كويس انت اتكلمت في النقطه دي. انا شايف ان انسب وقت لكابتن حسام وكابتن ابراهيم هو بعد كابتن معين الشعباني رقم واحد. لما كابتن معين الشعباني احسن مدرب في افريقيا يمشي النادي المصري، لازم تجيب اسم كبير زي كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن المصري، ده رقم واحد. رقم اثنين، انت وفرت مسافات كبيره جدا. انا هجيب مدرب يكتشف اللعيبه واللعيبه تكتشفه، يكتشف الجمهور ويكتشف مجلس الاداره، والجمهور يكتشف المدرب ومجلس الاداره يكتشف المدرب. لا، انا جبت اثنين اصلا انا بعتبرهم بورسعيديه بصراحه. يعني شوف انا مدير كوره، كميتك لايقه فين؟ انا مدير كوره قبل كابتن ابراهيم. لا بس انت الناس كانت بتقارني بكابتن ابراهيم، يعني انا عايز اقول لهم دي مقارنه ظالمه. انت انا كنت بلعب في 2006، كابتن ابراهيم حسن كان مدير كوره عليا، انا متعين مدير كوره 2022، فانت بتقارن يعني خبره كبيره كمان جدا كمان. وهم يعني كمان يا كيمو في نقطه يعرفها طبعا كابتن كريم ذكري، وهو مدير كوره عارف اما يكون المدير الفني بتاعك مهيئ للعيبه بتاعته، الفرصه اللي هتيجي مش هتتكرر. صح. هو ده اللي حصل في ماتش الاهلي. صح. الفرصه اللي هتيجي مش هتتكرر، يعني هو محترم امكانيات الخصم، محترم امكانيات لعيبته، قال له هي الفرصه اللي تيجي، وهي فعلا الفرصه اللي جت، وفي فرصه قبلها وفي فرصه بعدها، هم مشوا بالترتيب. صحيح. الوقت اللي انت فيه بقى مش لاقي ده كله، مين ينتشل الموقف؟ في صموله معينه وقعت من المركب، فهتبتدي تعمل مشكله. صحيح. فالمركب تغرق، لازم يكون قبطان شاطر قوي معاه جهاز معاون ينتشل المركب لبر الامان. زي ما كابتن كريم قال، كميه الكابتن حسام وكميه الكابتن ابراهيم وكابتن طارق سليمان وكابتن عماد مندوه وكابتن وليد بلد خلاص وحسن مصطفى، الكميه لايقه. صح. في الوقت اللي انت نادي جماهيري مش محتاج منك انه يتعرف عليك وتقدم اوراق اعتمادك. دوري صعب كمان يا كابتن، كل نقطه هتروح منك. يعني انا قصدي برضو المدرب الجديد غير الكابتن حسام او كابتن ابراهيم هيجوا في النادي المصري في التوقيت ده، مش وقت ان انت تكتشف اللعيبه ولا اللعيبه تكتشفك. صحيح. مفيش وقت. صحيح. انت محتاج كل ثلاث نقط مش نقطه. لا، النادي المصري لا، مكانته قريبه طبعا مع كابتن حسام في حته تانية ان شاء الله. صحيح. فالامور انا شايفها اتعالجت بصوره صحيحه. عظيم. ما بعد بيتسو موسيماني، هل الاهلي سيتاثر ايجابيا برحيل بيتسو موسيماني والامور تتحسن افضل، ولا يتاثر سلبيا بعد نجاحات كبيره مع بيتسو موسيماني؟ هقول لك على حاجه، بص، هو الراجل بكل المقاييس ناجح بالارقام طبعا، بالامكانيات لا، معاه فرقه هو يوظفها ازاي، حب وكره، مش هقدر اقول اكتر من كده. احنا شفنا ناس كتير، هو انت يعني بدا شغله من ما انتهى فايلر. محدش علم على موسيماني غير فايلر. في الوقت اللي فايلر بينتهي هو معاه الفرقه اللي حققت البطوله قصاد سان داونز، فاشتغل معاه. اللغز، انت مش عايز مساعد، عايز تبقى انت اللي شغل لوحدك. اتعرض عليك سيزا، عماد النحاس، احمد سامي، رضا شحات، انت رافض رافض رافض. انيس الشعلاني، هتشتغل انت مصمم؟ اصابات النادي الاهلي كلها اماميه ضمه خلفيه، هي هي نفس الكلام. ما هو مش معقول ان اللعيبه دي مختلفه عن اللعيبه اللي احنا كنا نعرفها قبل كده، او احنا ما كناش لعيبه قبل كده. احنا كنا زمان نقول هو ليه الخواجه، مستر هولمان كان يقول لك بعد المباراه لف حوالين الملعب بعد المباراه ما تخلص في الاستاد 10 دقائق الاستشفاء وبيوصل لك، ما فهمناهاش الا دلوقتي. اما كان هارس يقول لك دخل الفرود لجوه عشان يقابل السرد باك الثاني والطرحيل يشتي، احنا بنتكلم في 2022، احنا كام ده بنتكلم في 93. هي الناس دي مدارسها مختلفه، ولا المفروض كل المنظومه بتشتغل لنجاح حاجه معينه للكيان ده؟ اللعيبه انت عارف تقدر تعمل ايه؟ مفيش مدير فني يقدر يقول لك ادي الكريم ذكر الكوره عشان هو العقل المفكر. طب انا همسك كريم ذكر خلاص، هو كريم ذكر مش مارادونا ولا ميسي عشان يشتغل ب 11 فلنه و11 عقل و11 فكر. الربط، لعيبه النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، الروح رقم واحد، اتنين الربط في الاداء. هو ضيع دي. الربط، انا بكسب بامكانيات لعيبه، بس النادي الاهلي احنا متعودين اداء مكسب نتيجه فرحه جماهير باداء النادي الاهلي بطولات. فين الشغل ده؟ طب حضرتك كنت مع رحيله ولا مع بقائه؟ لا، انا كنت من الاول بقول هو بالارقام ما اقدرش اقول له امشي. صح. ما اقدرش اقول له امشي. صحيح. ما انت بتحقق. طب انبسطت انه مشي؟
مش هقول لك اتبسطت على قد ما هقول لك انا كان مشجع اهلاوي ونادي اهلاوي اتاخر مشيانه بس في الوقت اللي مجلس اداره خد فيه قرار او كابتن محمود ان الراجل مفيش تاني مفيش جديد خلاص المكان ده اتقفل ترباس مفيش تاني مش هتلاقي فهتبتدي انت خسرت افريقيا خلاص الدوري العام اللي هو اللي بيتكلم عنه جماهير النادي الاهلي انت هتستبعد نفسك منه طب انت رايح فين طب ما انت سامي موجود دلوقتي وبيعمل نفس الموضوع انت فكرت ان طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي مش هتتغير عن 4 2 3 1 او 4 3 3 عشان ديانج والسوليه وحمدي فتحي انت ما عندكش البديل اللي ينزل يعلي كفه لعيبه النادي الاهلي انت بتستنى انت اكتشفت صلاح محسن رجعت صلاح محسن اللي احنا نعرفه بس ضيعت جزء من قفشه كتير ضيعت كتير من حسين الشحات محمد هاني طب انت مصمم ان الناس دي طب ما انا في وقت كان من الاوقات زمان ايامنا او ايام كريم اقرب ان في الوقت اللي انت جايب فيه عصام جبت نادر عصام بقى احسن حارس مرمى لمده زمنيه كبيره انت في الوقت ده انت بتجيب اما اكرم ظهر محمد هاني رجع انت في الوقت اللي انت بتبقى عندك اثنين وثلاث لعيبه علي معلول اتعرض ما عندكش بديل محمود وحيد بص المسافه قد ايه ما قعد هل انت اما بتنزل بقى قلبك جامد زي كوكا ما انا صغير فمش فارق معايا انا هعمل كل حاجه لعيبه النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي هتحكم عليا ان انا لسه صغير صحيح بس انا لو اديت هيقول لك بس هنا شين الاهلي فين هي دي احمد نبيل انت بتلعبه بيقعد مسافه طويله بيرجع بيديك الاداء اللي احنا شفناه النهارده زياد طارق صغير ونازل بالتركيز انه يعمل باص في العمق زي دي ممكن ابقى انا كبير في الملعب اقول له الكره تديني انا احنا عاصرنا الحاجات دي ان الكبار لازم يستلم عشان يبقى هو العقل المفكر اكتر صحيح. طب انت في الوقت اللي انا شايف ان بقى لهم ماتشين او ثلاث ماتشات اللي لافت نظري جدا الروح اللي عنده ما شفتهاش بقالي سنين هو رامي الزياده والانقضاض والقلب حتى الشناوي النهارده النهارده لو تفتكر الكوره الفاول اللي اتعمل الشناوي حتى مطلعها هو ده الشناوي كابتن من سرعتها انا فكرتها يعني جون. انا بتفرج مش جون انا هي الشناوي ضرب في العارضه اللي هي لمست ايد الشناوي في العارضه من كتر سرعتها لما بدات تتعاد اكتر من مره لا هي ما جاتش في العارضه جت في ايد الشناوي فصعبه بصراحه خد بالك بص على الشناوي بعد ما طلعت والكورنر بقت كورنر بيعدل ايده ان هي من قوتها وهو رايح صح. شوف بقى بايديه الاثنين والتوقيت اللي طلع فيه في كام كورنر حتى التحضير من تحت زي ما كريم كان بيحكي بقى بالمسطره يبقى نسبه التركيز عيلت صح. على فكره يبقى الدفعه دي للناس اللي قدامي توصل للفراوده على فكره كابتن كريم على ذكر كلامك انه شناوي محمد عواد النهارده قلت حتى انه ناس بعض الناس لموا عليهم في مباراه الاهلي والزمالك اخطاء هنا واخطاء هنا بس قلت انه الحراس دول يا جماعه بيبقوا زي اللعيبه زي المدافعين واللعيبه الوسط والمهاجمين ما بيدولكش 10 من 10 طول الوقت ممكن ماتش يبقوا 8 7 فيبقى عندهم اخطاء زي ما اللعيبه في نص الملعب بتبقى ليهم اخطاء بس انت عشان الجون الخطا بجول بص يا كريم انا اكتر حاجه بتضايقني في الفتره الاخيره اللي احنا فيها دي التقييم عندنا غلط انت بتقيم بالقطعه زي ما بيقولوا بالمباراه مباراه اعظم لاعب يعني في العالم ومباراه ثانيه اسوء لاعب ده تهريج لعيب الكوره يا جماعه بشر صح وارد يصيب مش جرافيكس انا قلت امبارح مش بلاي ستيشن مش عربيه هتغير لها زيت وينزل يمشي مش بالقطعه هو كويس ولا وحش مش اله صح. مش اله اللي انا هشحنه هيشتغل معايا مش صح. هغير له زيت ولا احط له بنزين هيمشي يا جماعه ده لعيب كوره فالنهارده لما اجي اقيم الشناوي لا انا بقول اهو الشناوي احسن جون في مصر ما تقارنش حد في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي بالشناوي خالص لو الفتره الاخيره ما كانش في مستوى ماتش 2 3 فده طبيعي جدا الراجل ليه رصيد كبير جدا مع الاهلي ومع منتخب مصر مظبوط ده حقيقي يعني انا فاكر في اوقات كتير جدا الاهلي ما يكونش في حالته الشناوي الوحيد اللي بيشيل النادي الاهلي منتخب مصر ما بيكونش في حالته خصوصا انا فاكر اقرب بطوله كانت هنا كانت 2015 لما خرجنا من جنوب افريقيا الامم الافريقيه 2019 ما خرجنا من جنوب افريقيا 2019 الشناوي طول البطوله هو احسن لاعب معاك انت رايح فانت النهارده اي بطوله بتخش فيها سواء مع النادي بتاعك سواء دوري او ابطال افريقيا او ايا كان البطوله ومع منتخب مصر انت شايل منتخب وشايل ناديك لما اجي اغلط 3 4 ماتشات ده انا لو الثلاث اربع ماتشات دول عملت فيهم كوارث عمري ما هبقى كويس على طول بالظبط عمري ما هبقى كويس على طول فالتقييم هنا وحاجه ثانيه يا كريم معلش الناس كلها كابتن عمرو اتكلمت على ماتش اهلي وزمالك ونقلوا الصوره على السوشيال ميديا ان هو ده الدوري بتاعنا ده الكواليتي بتاع اللعيب لا الدوري بتاعنا كويس جدا الدوري بتاعنا انا بقول لك انا يمكن الفتره الاخيره مع النادي المصري ولعبت الكونفدراليه وشفت فرق افريقيا عامله ازاي الدوري بتاعنا اقوى دوري في الوطن العربي وفي افريقيا كلها ما بنعرفش نبروزه يا كابتن انت بتبص على الاهلي وزمالك بس بننقده بس انا بتبص على الاهلي وزمالك بس النهارده المحله فيها لعيبه كويسه الفرقه كلها فيها لعيبه كويسه الدوري الاقوى ده بيفرز لعيبه المنتخب مصر يفرز بس حسب الاختيارات
ما هو برضه اللي بيجي يختار انا ايد دي في كريم رسمي بس طبعا عشان هو اتحط في مكان مدير كوره يبقى في ربط بينه وبين المديرين الفنيين اللي ماسكين لمنتخب مصر طبعا انت بتختار مين يعني لك على حاجه في موقف حصل لعواد في مباراه الزمالك يقول لك مين ده كره اتلعبت من قفشه طلع وخد على صدره وعمل هجمه وقام عاملها ناحيه الشمال كده لشيفو يعني لا ده محضر يعني انا عملت دور الليبرو انا اشتغلت ازاي والاحلى اسمع الحديث اللي دار ما بين كابتن ايمن طاهر والشناوي كابتن في حاجه تانية كمان يعني في حاجات بقى كده تكمله لكلام الكابتن عمرو انا بقول لك انا شايف من وجهه نظري ان احنا اخر سنتين ثلاثه الدوري قوي جدا بدليل اللي احنا لسه بنقول دلوقتي ان اي فرقه ما بقتش تخاف من الاهلي ممكن تهاجم النادي الاهلي وتعادل معاه او ممكن تعمل نتيجه بس دي من زاويه تانية ممكن يكون في تقارب كبير في المستوى بين اللاعبين لتحت مش لفوق بس هروح لفاصل ونرجع نكمل لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا رب حضراتكم مرة أخرى طيب كابتن عمرو قبل ما انهي هسألك سؤال واضح وصريح أيوة أقول مع عودة كارلوس كيروش ولا مدير فني آخر لا مدير فني آخر مدير فني تاني مدير فني تاني يختار مش فطير فني يعشمنا بطولة عربية ما ليش دعوة بيها وما تكلمنيش عن كأس العرب كلمني في بطولة أمم يا إما تكلمني لما أصعد كأس عالم هي طب المنظومة كلها بيقول لك أنا عايز أروح كل دول أنا رحت كأس العرب عملت كذا بطولة الأمم طمعتني بالأداء كأس العالم حق إن أكون موجود أنت من كل ده ما خدتش وصلت المباراة السنغال تقدر توصل بيها لبر الأمان صح. يعني دقيقة واحدة أو دقيقتين ينهوا أمال 105 مليون ما هو وصل بيها لبر الأمان بر الأمان عندنا لا وصل بيها لحد آخر نقطة في ضربات الترجيح هيعمل إيه أكتر من كده كده يبقى أنت بتوصل إن أنا عملت اللي عليا وضربات الجزاء لعبة الحظ هي اللي هتقول كلمتها يبقى كابتن حسن شحاده ما عملش حاجه انت بتلعب السنغال برضو مع احترامي انا مش بقلل من قدرات لعيبتنا ولا بكبر من قدرات فريق السنغال بص كابتن كريم عايز يقول حاجه وسخنان قوي صادحك طالع من بقه اتفضل يا كابتن يعني هنتفق ان انت ممكن تكون صح وعامل اللي عايزه زياده انا هنتناول الموضوع من منظور تاني انا وكريم رمزي النهارده قاعدين وخلصت البرنامج رحت طالع في السوشيال ميديا انا اسف يعني كريم رمزي مش عارف يدير اللقاء ما بيفهمش مش عارف يدير اللقاء هتجيبني تالت اعدي معاك هيبقى في ثقه ما بيننا هو مش كروش ده اللي طلع من فتره وقال ان اللعيبه عايزه تتاسس من اول وجديد رد بقى تاني ليه بس هو ما قالش كده دي اشاعه لا والله والله طب ما لو ما قالش كويس ما يجيش عشان واحد كتب بوست على الفيسبوك قال انه بيقول لعيبه ده تتاسس تاني وانا كنت بعلمهم الكوره وبعمل مش عارف ايه وبتاع كتب واحد وانا سين صاد كتب بوست وناس قعدت تشيرها ان هي اخبار والراجل ما فتحش بقه من ساعه ما اتكلم ممكن اسالك سؤال كلمه كريم وهو مدير الكوره مش انا اطلع انفي الكلام ده واقول كلمه من نقطه واحده مش إيه. هو وهو ماسك ليه كانت الكلام اللي هي فرق تسود امكانيات المدرب وحشه ده هم جايبين زي ايام ما كان كوبر موجود واللي ده ومحمد فايز ده بيقول وده بيقول لازم يبقى فيه للفرقه دي او للمنتخب ده متحدث يتكلم عن الواقع اللي جوه بص انت عملت وشك ازاي هو في متحدث اتحاد الكوره لا ما تدخلنيش في بص انا مش بتكلم انا عشان اتحاد الكوره في حته متحدث منتخب ايه طب نعمل متحدث اتحاد الكوره الاول هقول لك على حاجه يعني صعبه ما ده لسه ناسه وهقول اهو ما هو المصيبه انها بقت صعبه يعني انا مش بقول انها صعبه المفروض على فكره بتفق معاك انا بعمل اسقاط ما انا فاهم يعني انت عايزها تبقى الاصل للكيان قبل ما تبقى للفرق المنتخب الاول اتحاد الكوره وبعد كده اقول لي فين المتحدث الرسمي بتاع المنتخب يبقى احنا ده المتحدث الرسمي بتاع على فكره في عندنا احنا عندنا متحدث رسمي اتحاد الكوره بس ما بيتكلمش متخيل احنا بنعين متحدث رسمي بس بنمنعه يتكلم هو نفسه ما بيرضاش يتكلم ما اعرفش بس المتحدث الرسمي ممكن يكون في تضارب القرارات جوه فمش عارف هيطلع يقول دي ولا يقول دي نعم. انت ممكن يعني. تطلع تقول لي وبعد كده تنفي انت الكلام كابتن عمرو شرفت ونورت دايما بستمتع جدا بتواجدك معايا كريم ربنا يخليك الحوار طار مننا يعني حبيبي شكرا جزيلا كابتن كريم شرفت ونورت دايما ضيف عزيز غالي يعني شكرا ربنا يخليك كريم كنت مبسوط معاك النهارده ومع اخويا الكبير طبعا كابتن عمرو طبعا شكرا جزيلا ده كان نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على الف خير